هو خولة. طرح السؤال بتاعك. خولة اكتبي الميكرو تاك. خولة يوسفي تفضل. تفضل 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 خولة. إذا ما أسئلة، ربما من كثر الأسئلة التي طرحت عبر الموقع، عبر التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الموقع المدرسة. تفضل خولة تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي معدل 16، وش نقدر نفيد الفايل؟ عندك معدل 16 في البكالوريا؟ ايه ايه؟ حبيت تعرف شروط الدخول الى المدرسة العليا للتجارة؟ ايه احنا كل تخصص اللي يدخل المدرسة العليا للتجارة هي تخصصات في العلوم، علوم الطبيعة طبعا، والرياضيات وعلوم التسيير. هذه التخصصات عندها الحق تدخل المدرسة. وطبعا السنوات الماضية كان أقل معدل، يعني المتوسط معدل للدخول المدرسة كان 14 20. A partir du 14 de moyenne, il y a possibilité باش تدخل المدرسة العليا للتجارة. أنا شعبة تسيير اقتصاد. إيه كيف كيف كل الشعب بنفسها، يعني 14 وطلع. إذا أن المعدل، يعني إحنا عادة يكون ما بين 14.30، 14.50، 14.60، هذه الأمور. ونشوف بلي أنت عندك المعدل 16، ما عندك الحق، عندك القدرة باش تنضم إلى مدرسة عليا تجارة، ما فيش مشكل. سؤال آخر؟ التخصصات الممكنة وفرص العمل أبخي ليكول. أيوة أوكي، التخصصات الممكنة. طبعا الآن المدرسة المدارس طريقة تدريسها فيها طورين، ما يسمى الطور التحضيري والطور الماستر. فيها طور تحضيري وهو يتكون من سنتين تحضيريتين، مع أكيد تدخلي المدرسة العليا للتجارة تقرا سنتين تحضيريتين. من بعد السنتين التحضيريتين 70% الأولى، يعني اللي نديروا ترتيب حسب النتائج تاع الطالب خلال السنتين التحضيريتين، الامتحانات والى اخره، يكون هناك ما يسمى بترتيب كلاسمون تاع الطلبه. ف70 الاولى 70% الاولى من الاوائل من الطلبه هذه يطلعوا يجوزوا مباشره للسنه الاولى ماستر. 70% لو بروميي 70% باس ديريكتومون او بروميير اني ماستر. ويبقاو هذوك 30% عندهم الحق باش يجوزوا امتحان كتابي سواء في المدرسة تاعنا أو في مدارس أخرى للانضمام إلى السنة الأولى ماستر. يعني 70% يجوزوا مباشرة على حسب نتائج الأعمال تاعهم خلال السنتين التحضيريتين، و30% اللي المرتبة تاعهم في الأواخر 30% هذوك عندهم الحق يجوزوا امتحان كتابي ان كونكور دونتخي سواء في المدرسة تاعنا أو في المدارس الأخرى للانضمام إلى السنة الأولى تحضيري. السنة الأولى ماستر. الآن في بعد كي تطلع السنة الأولى ماستر اللي هو الطور الثاني، احنا عندنا في المدرسة العليا للتجارة عندنا التخصصات اللي موجودة هي تخصصات في المالية. عندنا مالية المؤسسة، وعندنا مالية، عندنا مالية وبنوك، عندنا موني فينانس نقود وبنوك، ومالية وبنوك،
موني فينانس بنك. عندنا تخصص في التسيير، تخصص في التسيير وهو دونك لورغانيزاسيون مانجمنت دي زورغانيزاسيون. عندنا تخصص في المحاسبه ايضا، عندنا محاسبه وماليه، وعندنا مراقبه التسيير كونترول دو جيستيون. بما يخص ايضا عندنا تخصص في الماركتينغ، دونك عندنا ماركتينغ، عندنا فينانس، عندنا كونتابيليتي، وعندنا مانجمنت. هذو هما التخصصات الممكنه في المدرسه العليا للتجاره. تم فرع فرص العمل، طبعا فرص العمل كثيره، لان طبعا الميدان الوحيد الذي هو مطلوب في السوق هو ميدان ما يسمى ب ليسونس دو جيستيون ايكونوميك اي كوميرسيال اس او جي سي. على الان لان كل المؤسسات البنوك، كل المؤسسات الانتاجيه الخدماتيه، الوظيفه العمومي، كل القطاعات الا وعندها حاجه الى هذا النوع من التخصصات. لان دون شاك انتربريز دي فوا ان فينانسي، ان كونطابل، ان جيستيونير، ان ماركتير. دونك فرص العمل متاحه جدا في هذا التخصص، خاصة عندما تكون متخرجة من مدارس عليا، وخاصة من المدرسة العليا للتجارة، لأنها مدرسة مطلوبة في سوق العمل. سؤال آخر خولة. أنا نسكن في عين دفلة، بالنسبة للإقامة الجامعية كيفاش الإجراءات و... الو اجراءات الاقامه الجامعيه وكل شيء يتم عن طريق لا بلاتفورم. احنا عندنا الاقامه هنا مجاورتنا، يعني تخرج من باب الاقامه تدخل باب المدرسه، يعني جوست اكوتي اون فاس. طبعا ما كاش مشكل، عندما يتم التسجيل يعطيوك شهاده التسجيل عن طريق بروغريس، عن طريق السيت، تسجلي به مباشره في الحي الجامعي، ما كاش اشكال هذا الامر. Dans la cité, il est juste à côté. Voilà. Tout se passe par plateforme. Hein. Les inscriptions devraient intégrer la plateforme. Y compris les inscriptions pour la cité universitaire. Voilà. J'ai une question d'autre. Est-ce que c'est possible de passer ce concours si on est en deuxième année universitaire en sciences? En sciences de quoi? Femme sur attaque. En sciences de gestion économique dans une université et non pas dans une école. طبعاً عندك الحق صحيح، لديك الحق الأوائل في الجامعات، يعني les majors de promo au niveau des universités. Passe aussi le concours, c'est vrai, oui. On a le droit de faire le concours. Ça. Donc, qui quitte le Jamia, il faut bien bosser pour avoir la chance de passer le concours. Effectivement, même les universitaires passent le concours. Oui. Très bien. Khaoula, un autre sual? Mais vous travaillez avec Dick. Laura, tu te dis, où est-ce que Alors, لغة التدريس في المدرسة العليا للتجارة ندرسوا بثلاث لغات، وذلك حسب نوعية المقياس. ندرسوا باللغة العربية والفرنسوية والإنجليزية. في سنتين تحضيريتين عادة ندرسوا باللغتين العربية والفرنسوية. كاين هناك مقاييس مثلا تدرس باللغة العربية، باسكو عندنا مقياس تاع الفلسفة، مقياس تاع التاريخ إلى آخره. هناك مقاييس تدرس باللغه العربيه، واللغه مقاييس تدرس باللغه الفرنسيه، لان احنا عندنا ما عندناش اشكال ان التدريس بثلاث لغات بكل سهوله، لان هناك مقاييس مثلا خاصه في الماستر. في الماستر نستعمل ثلاث لغات، لان هناك ما نوعيه مثلا مقياس اللي نشوفوا بلي طالب يحتاجوا في العمل تاعو مباشره، مثلا باش يعمل في بنك او في مؤسسه، هذا المقياس يدرس باللغه الفرنسويه، بما ان المحيط الاقتصادي تاعنا عاده يستعمل اللغه الفرنسويه.
المقاييس التي لا تستدعي الدراسة باللغة الفرنسية ندرسها باللغة العربية، مثلا بعض مقاييس الاقتصاد. وهناك مقاييس تدرس أيضا باللغة الإنجليزية إذا كانت مقاييس عندها علاقة بالبحث العلمي، مثلا بعد الطالب باش يحب يدير لا روشيرش سيانتيفيك هاد لي جون دو موديل leur permet de faire de la recherche scientifique et de faire un doctorat après. Donc, nous avons un échec, nous avons trois langues. À la حساب المقياس. OK. سؤال آخر. اللي عنده سؤال يتفضل. طبعا كل الاسئله حسب راني نشوف. سي جو في سامي نقدر نديرو بارتاج ديكرون من عندي ديريكتومون. نعم الشيخ تقدر دير نشوف اللي كل نقدر ندير بارتاج ديكرون. اوكي وي الوغ بارتاجي ليكرون نشوف كل الأسئلة اللي طرحت الآن كلها تتعلق بالمعدل، معدل الدخول إلى المدرسة. إذن كما قلت من قبل، معدل الدخول إلى المدرسة فيما يخص تخصصات تسيير وعلوم ورياضيات، المعدل هو يبتدئ من 14 إلى 20 فما فوق، عادة بارتي دي 14. يا طبعا هو الان عنده حق يحط الاختيار تاعو ابتداء من 12 معدلنا، لكن عاده يوصل المعدل الى 14 الى 13.70 الى دونك با جينيرالمون مي ميزيش 13 ونص. دونك ا بارتي دو 12 بو بوفي ديجا بوستولي، مي وقتاش الى اي الحد الادنى اللي وصل لحد الان في المدرسه هو من 13.70 فما فوق 13.5 13.70، مي جينيرالمون سي ا بارتي دو 14 كو ليكول اكسبت لي زيتيديون، سي دائما الساعة 14. هذا هو المعدل فيما يخص الدخول إلى المدرسة. معدل لازم بوغاج افواغ لا ريبونس ا مادرون كي كاين لا موان دو ديزون كاين لا موان دادميسيون لا موان لا موين كيفية التسجيل بالمدرسة. التسجيل بالمدرسة يتم عن طريق الأرضية الرقمية اللي هي سوف تفتح لكم عن قريب، الأرضية الرقمية للتسجيل في كل الجامعات بما فيها المدرسة العليا للتجارة. دونك بما أن كل كومون سا سباس بور لو ريكروتمون كيلو مون نيسيسير بور انتري. Je suis nouvelle et je vais me renseigner auprès de votre école sur les modèles d'inscription et la date. Commençons le système GDA. انا اعتقد ان بدايه التسجيل الاولي سبت ابتداء من 27 من جويليا. دونك التسجيل يتم عن طريق الأرضية. لا بروسيدور دانسكريبسيون سا سباس فيا لا بلاتفورم. الوغ لي سبيسياليتي لي برونش كو نوتخ ايكول بروبوز. الوغ لي برونش ليكول قلت لك لي ديون انسكري ا ليكول سوبر كوميرس passe deux années préparatoires. Après deux préparatoires, classement selon leur étude, résultat d'études dans les deux années préparatoires. Ça veut dire les résultats de la première année, la deuxième année. Il va avoir un classement de ces. Alors, premier 70 ans, selon systématiquement à la première année master. Ils ne passeront pas de concours, n'auront pas. 70%.
يعني ماستر. Pour ceux qui restent, auront la possibilité de passer un concours. Un concours écrit. Soit à l'école, soit dans les autres écoles. Pour accéder à un master. Alors, notre école propose branche en finance et en comptabilité. En général, les étudiants optent beaucoup plus par rapport aux besoins du marché. Il y a les gens qui cherchent beaucoup d'habitude. D'autres, l'IFIT, c'est l'Institut de la Finance et Développement. En Tunisie, Libaya ou l'IEDA, c'est Mahad Libaya. Et dans le cadre de Mahad, Aydan. هو موجود هنا بالقلعة ولكن ينتمي إلى أيضا هذا المعهد مطلوب أيضا من الطلبة المتخرجين وأيضا يحتاج كثير إلى محاسبة إلى Alors 12,08 il peut عند الآن قبول المعدل القبول اللي يتوقف على الطلب طلبة طاقة la capacité de capacité d'accueil plus la demande ça à travers l'adna les دخول الى المدرسه وهذا الحد الادنى عاده يكون من 14 فما فوق دونك voilà كل اساس الموعد الطلبة اللي موجود نهى سيافة شيء أطرح إذا المدرسة العليا التجارة هي مدرسة كما تعلمون هي مدرسة عريقة أنها أسست هذه المدرسة في 1900 فلها أكثر من قرن وجود تحت تم التخرج من هذه المدرسة العديد من المسؤولين حتى مسؤولين فرنسويين في عهد الاستعمار هذه المدرسة هي التي تزود القطاع الاقتصادي والبنكي والمالي والإداري بكل الإطارات السامية لها سمعة عالية سواء في الداخل أو في الخارج فأيضا الدبلوم ممنوح من طرف المدرسة أيضا هو مطلوب أيضا يقبل بسهولة في الخارج لدينا الأساتذة من مستوى عالي كما تعلمون أن الأساتذة درجة أساتذة هي أنواع أن الأستاذ هي من يبدأ من ماث أسيستون بي ماث أسيستون أ ماث دو كونفيرونس بي ماث دو كونفيرونس أ إي بروفيسور هذه الماث دو كونفيرونس أ والبروفيسور هذه ما يسمى بلا درجة التأهيل هابيليتاسيون سون هابيليتي أفار دو لا ريشيرش إي لونكادرومون دو دكتوران أن أكثر من 40 أستاذ لهم هذه الدرجة الأستاذية دونك غراد دو بروفيسور في دو ماد دو كونفيرونس في دو ماد دو كونفيرونس هذا بين الدرجة العالية للتكوين في هذه المدرسة سيت اون ايكول
quand on dit une neutre, une grande école au sens propre du mot. Yani on a des capacités de formation extraordinaires. Maintenant, لدينا التأطير هو من مستوى عالي. لدينا أساتذة درسوا في الجزائر، هناك من درس في إنجلترا، في الولايات المتحدة الأمريكية. وكنا تنوع من كل أنواع، عندنا أساتذة بارزين في الرياضيات، خاصة فيما يخص السنويتين التحضيريتين. دونك حنا في لي زيكول في لاني بريباراتوار اون في بوكو دو مات اي بوكو دو كالكول كالكول الجبر البروبابيليتي ستاتيستيك، هذه المقاييس تدرس في التحضيري. ناهيك على زائد بعض المقاييس الاقتصادية مثل الاقتصاد الجزئي الاقتصاد الكلي. هناك أيضا ما يسمى مقاييس مصاحبة مثل اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الفلسفة، كذلك مقاييس الثقافة العامة، وفي un peu de culture générale aussi. Ça, c'est dans l'année préparatoire. Alors, عند الاجتياز إلى الطور الثاني اللي هو طور الماستر. هناك في الأول كان ما يسمى بالسنة الأولى جذع مشترك ماستر. هذه السنة الأولى تدرس كل المقاييس اللي عندها علاقة بالتخصص، ندرسوا فيها الرياضيات أيضا، الاقتصاد الجزئي، الاقتصاد الكلي، مالية، تسيير. هذه المقاييس سوف تسمح للطالب لمعرفة ما هو الميول بتاعه، ما هي الميول بتاعه التي يريد اتباع التخصص فيها. لأن التخصص في الماستر لا يتحدد في السنة الأولى، وإنما يتحدد بعد في السنة الثانية. يعني أيضا في السنة الأولى هناك ما يسمى ب en fait كذلك un classement des étudiants de la première année master. هذا الكلاسمون كذلك على أساس النتائج اللي محصل عليها في السنة الأولى ماستر. فالذي يتحصل على الأوائل طبعا من الترتيب لهم الحق في اختيار أي تخصص يريدون، ولكن والآخرون سوف يوجهون إلى التخصصات الأخرى. Donc, il y a aussi un problème, il y a aussi une orientation, on fait une orientation à partir de la première année master pour les étudiants selon leur résultat de l'année première année master pour qu'ils accèdent aux spécialités. اللي قلنا هما تخصصاتية أيضا في المالية، عندنا قلت لكم مالية المؤسسة في نوت دونتربريز، ايضا عندنا ما يسمى بتخصص موني فينانس بانك نقود ماليه وبنوك، وهي ايضا تخصصات على علاقه اكثر بالبنوك. عندنا في التسيير مانجمنت دي زورغانيزاسيون، عندنا في المحاسبه عندنا ايضا تخصصين، عندنا محاسبه وماليه كونتابيتي فينانس، وعندنا مراقبه تسيير كونترول دي جيستيون. في التسويق وقع عندنا مادة التسويق، أيضا تخصص التسويق اللي هو أيضا مطلوب في المحيط الاقتصادي والاجتماعي. Bon, s'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Est-ce que Samir, on est aussi enregistré sur Facebook ou là, sur Google Meet? Est-ce qu'on passe sur Facebook ou là? وي يعني سمير. انا بعد لك لو ليان في الفيسبوك، انا بعته لك في الايميل. ندخل الفيسبوك ولا كيف؟ تقدر تدخل، انا ادخل بوا دو ريسيبسيون، ادخل في الليان اللي بعته لك. علاش ما نديروش اوتوماتيكمون بين جوجل ميت وفيسبوك؟ انا دايرها اوتوماتيكمون مباشرة. وي مباشرة. دونك سي با لابان نروح، سي با لابان نروح الفيسبوك. كاينه فيسبوك راهم يطيحوا لي كيستيون فما تقدر تشوفهم. اوكي تفضلي خوله تفضلي. امين ما عامين بريباراتوار ومن بعد لي 3 زون ماستر، كيف ما فهمتهاش هذه؟ الوغ قلنا لك لي 3 زون ماستر، كي ندخلوا 3 زون ماستر، كي تطلعي السنه الاولى ماستر اللي عندك 3 سنين ماستر تقرايهم، ما 3 زون. السنه الاولى تاع الماستر هذيك اسمها سنه اولى جذع مشترك، ترون كومان ماستر. يعني ماشي فاقد ابتداء من السنة الأولى في التخصص، تقرأ أول سنة أولى جزء مشترك. هذا الجزء المشترك يتم تدريسكم كل المواد اللي عندها علاقة بالتخصصات، يعني تدرسوا فيها مقاييس المحاسبة المالية، مقاييس التسويق، مقاييس الإدارة والتسيير. هذا أبري
دونك النتائج تاع هذه السنه الاولى تحت الماستر هذا الجزء المشترك تاديك فيه حتكون نتائج ان كلاسمون اون فا فو كلاسي سولون ريزولتا دي ستوديون الوغ هذا في اخر السنه تاع الجزء المشترك يعطيكم ثاني دي فيش دو فو دي فيش دو فو قال كل واحد ولا كل طالب يدير لو فو تاعو لا سبيسياليتي اللي حاب يروح لها اسكو حاب يروح للمحاسبه ولا الماليه ولا التسويق ولا للمانجمنت دونك لورينتاسيون دي ستوديون فيغ لا سبيسياليتي تكون على اساس لا فيش دو فو تاعو زائد النتائج اللي تحصل عليها في الجزء المشترك ماستر يعني اللي عندها ولا اللي عنده معدل مليح في الجزء المشترك يختار اي تخصص يريد بنفس الطريقه اللي درنا بها في التحضير عاود كاين ان كلاسمون في الفرون كومون ماستر بعد راح يدير تخصص تاع بيوس دونك تخصص في عامين دو زون دو سبيسياليتي ابارتي دو لا دوزيام اني سا كومونس كومونس تخصص اذا من السنه الثانيه تفضل خول عندك سؤال فهمتي الموضوع ولا لا او لا اسكو تي كومبري Oui, j'ai compris. Oui, merci. Voilà. Très bien. Zid, سؤال آخر. عندنا دخلوا جدد معنا درك. Alors, هذا جوليو تيماتو إكرام بالعربي ناجي شايب نهى الصيافة اللي عنده شي سؤال يطرح سيرو روحوا نشوفوا الفيسبوك واش في هذا الفيسبوك تفضل سي شايب ناجي تفضل السلام عليكم هاد ليكول وعليكم السلام اسكو هاد نعم اسكو هاد ليكول اللي دخلوا ليها بلا موايان تاع الباك ولا لا موايان هذيك اللي دراها جديده تاع هذا العام لا لا موايان تاع الباك اوكي تدخل بلا موايان تاع الباك اوكي الو غنشوف كاين في الفيسبوك كيفاش ندخل الفيسبوك سي سمير اوتوماتيكمون Ok, ok. Alors, Johnny, quelles sont les questions posées? Neuf commentaires. On peut faire les commentaires ou là où je ne peux pas? Dès lire le vidéo, je t'arrête les commentaires. Alors, merci beaucoup. Je veux connaître le taux d'acceptation pour la troisième année licence. Alors, mais quel est un taux? Ce n'est pas un taux d'acceptation. هو كما قلت لكم الطالب يسجل نحو في الكونكور دونك يا با احنا الاكسبتاسيون ستكون على اساس نتائج تاع الكونكور ما تكونش على اساس طو داكسبتاسيون راح يسجل روحو باش يدير المسابقه لو كونكور مع لي 30% كل سوا سواء يجي من الجامعه سواء من المدارس الاخرى بالتالي فالنتائج هي اللي تحدد اذا كان النتائج تاعو جيده يطلع للسنه الاولى ماستر مهما كان اذا كان من جامعه او مدرسه اخرى ماشي مشكل امين بسليمان على 12 ولا 18 اوكي سو لي بارافيلاف حاج عيسى اميني 15:38 مي راح تطلع Alors, quelle est la différence entre l'ESC et l'HEC? Alors, la différence. شوف, أولاً, ديروا في بالكم باللي ما كان حتى فرق بما يخص سنتين تحضيريتين. كل المدارس سواء تاع المدارس الموجودة في القطب القليعة
اللي هي كما تعلمون هي أربعة، هي المدرسة العليا التجارية، مدرسة الدراسات العليا التجارية، مدرسة الاقتصاد الرقمي، والمدرسة الإحصاء التطبيقي. هذه المدارس فيما يخص السنتين التحضيريتين كلها تدرس نفس البرنامج، يعني لو ميم بروغرام اي اونسيني دون لاني بريباراتوار، لو ميم بروغرام. دونك يا با ديفيرونس بور لاني بريباراتوار. بور الماستر هناك بعض الفروق طفيفة ما بين الماسي والشاسي فيما يخص التخصصات. هناك بعض التخصصات التي تدرس في المدرسة لا تدرس في الاتش او سي، والعكس صحيح. دونك يا بروبليم دو كيلكو سبيسياليتي. Alors, généralement, le SC, elle est plus demandée dans le domaine de finance, alors que le HEC est demandé beaucoup plus dans le domaine de marketing. Finance, comptabilité, l'école, elle a une réputation qui est là, dans le domaine de la finance, de la comptabilité. Mais le SC a une réputation pour le marketing. ولكن عادة بزاف طلبة يروحوا يديروا تصوير في لاشوس. الوغ تاريخ فتح دور الاتحاد المسؤول التجارية، دونك تاريخ ربما راه الآن تدخل لو سيت دو مينيستر دو لونسينمون سوبيريور، عندكم كل المعلومات فيما يخص تاريخ فتح الدورة، يعني سواء بالمدرسة أو بالجامعات الأخرى، كل المدارس وكل الجامعات تفتح التسجيل في نفس الوقت. دونك تدخلوا وديروا التسجيل الاولي عن طريق لا بلاتفورم. قلنا معدل القبول شحال؟ معدل القبول عادة يبدا من 14 فما فوق. الوغ اريد التعرف على تاريخ فتح دورة الالتحاق بالمدرسة التجارية. هو كل كما قلت لكم التحاق بالمدرسة التجارية ككل المدارس وكل الجامعات في نفس الوقت عن طريق لا بلاتفورم. تدخلوا الى السيت دو ليكو دو لونسيمون سوبيريور، vous allez avoir tous les données, toutes les dates concernant les prises d'inscription, les inscriptions وطريقة التسجيل أيضا. Donc vous suivez les recommandations وخلاص، ماشي إشكال، يعني سي أمر بسيط جدا. وي شنو هو لو تيتر تاع لو ديبلوم بعد 5 سنين؟ لو تيتر ماستر ان ماستر زوري ان ماستر. دونك سا ديبون، ماستر ان فينونس دونتربريز، ماستر ان كونتابيليتي، ماستر ان ماركتينغ، ماستر هكذا. هو الدومين تاعو، هو الدومين تاع التخصص تاعنا هو الميدان، يسمى بين ميدان العلوم الاقتصاديه وعلوم التسيير والعلوم التجاريه اس او جي سي. ومن بعد يجي لا فيليير. دونك لا فيليير، اذا كنت مثلا في الفيليير كونتابيليتي ولا فينونس، يسمى فيليير فينونس. دونك عندك دومين فيليير اي سبيسياليتي، هذا الشيء يجي في الدبلوم. دونك الدبلوم تاعك الى مثلا دبلوم فينونس دونتربريز، كتب لك ماستر اون فينونس دونتربريز. الى كنت في التسيير كيف ماستر او مانجمنت الى اخره. اوكي دونك هنا عندنا ايضا نشاطات في المدرسه. الطلبه ما يجيش غير هنا غير يقرا، وكاين امكانيه الانضمام الى النوادي. عندنا عده نوادي طلبة، فاتحين دي كلوب، عندنا اوسي دي اسوسياسيون جمعيات. هناك نشاطات عديدة يقومون بها الطلبة خلال السنة، نشاطات ثقافية، علمية، رياضية أيضا. لدينا أيضا نخب رياضية، طلبة اللي عندهم موهبة في رياضة معينة يمكن الانضمام سواء ل وفار دون لاسوسياسيون سبورتيف دو فوتبول ولا دو باسكيت ولا دونك كل تخصص الرياضات ممكنة. ونشارك في مسابقة في دوريات دورات سواء هنا جهوية أو وطنية. فيما يخص النشاطات الطلبة يقوم بعدة نشاطات علمية ورياضية وثقافية. دونك ديزاكتيفيتي نو سيس با ليكول، يا تو تو ديزاكتيفيتي.
هي كونكيرونس اردو ما بين لي كلوب، كل نادي يحاول يظهر انه احسن من الاخر، وبالتالي دونك كاين ديناميك، كاين امر حياه في المدرسه. ناهيك عن الدراسه طبعا. مش عارف تيجي تودي الطالب من بعد ما يدير ما بين كيف تخرج من الماستر، كذلك له الامكانيه انه يسجل باش يدير مسابقات الدخول الى الدكتوراه. ان المدرسه ايضا تكون في طور الدكتوراه، دونك حنا نكونوا في طور الماستر وطور الدكتوراه. اذا كل سنه تفتح باسمها ب لي بوست دكتورال، دونك مناصب في الدكتوراه. عادة في كل تخصص نفتحوا 3 مناصب، يعني كما مثلا هذه السنة الماضية احنا 30 بوست دكتوراه، 30 بوست 30 منصب دكتوراه. إذا الطلبة يعني اللي ينجحوا في مسابقة الدخول للدكتوراه يوليو يقراوا عندنا سنة أولى، يقراوا سنة أولى في الدكتوراه، ثم يبدأوا يحضروا رسالة تحمل رسالة الدكتوراه اللي في مدة ما بين 4 سنوات 5 سنوات 4 أو 5 سنوات تريباري ان دكتوراه. دونك اوسي احنا عندنا ايضا الدكتوراه تاعنا عادة اللي يديروا عندنا الدكتوراه، سواء راهم يدرسوا الان في الجامعات الاخرى او المدارس الاخرى، سواء راهم يشتغلوا مناصب عليا في القطاعات الاقتصاديه للجزائر. دونك سواء يلوكيب ان بوست امبورتون او نيفو دو لافيرونمون ايكونوميك، soit ils sont des enseignants dans d'autres universités et d'autres écoles. Donc, ils ne chantent pas en général. Les doctorants à l'école ne chantent pas en général. Je ne sais pas si vous êtes au fait que vous êtes dans la même information. Est-ce qu'il y a des questions pour vous? Bon, généralement, il n'y a pas de questions. Samir, qu'est-ce que Kain, on a une bonne communication entre l'Yom Hada ou là? Est-ce que tu es diffusé, est-ce que tu as smart ou là? Les Kain, la bonne tu as dit à million. Ah non, c'est ça. Kain a donné un post Facebook, maintenant on parle des emails. Très bien. LinkedIn, LinkedIn aussi. Ah non, ok. هكذا باش يكون بون اكبر عدد من الطلبه باش يعرفوا المدرسه العليا للتجاره واش هي. طبعا اوكي دونك باس كيسيون ابارمون سي با سي دي كيسيون بريسيس ا بوزي. اذا لازم نركزوا برك حاجه مهمه جدا، هو الطلبة اللي سجلوا هذا العام في المدارس، كل المدارس ما عادش هناك ما يسمى بلو كونكور دو لاني بريباراتوار. افون كان الطلبة يديروا ان كونكور دو لاني بريباراتوار بو باسي اون ماستر. هذا العام اللي يديروا لو كونكور هما فقط لي 30 ديرني 30% لي 30 ديرني بورسون 30% اللي في المرتبة تاعهم كانوا لي دون لي 30%. لي 70% باسون اوتوماتيكمون على ليكول في الطور الثاني، يجوزوا مباشرة إلى طور الماستر دون المرور على المسابقة سون كونكور. سي تري امبورتون. الوغ باش الطالب اللي يدخل سنه تحضيريه لازم من الاول يجدد، يعمل بجد باش يكون ما بين 70% الاوائل حتى يتفادى المسابقه الكتابيه او لو كونكور دونتري. جينيرالمون بون ليكول يجي ليكول ما يندمش، لان المدرسه العليا هي معروفه الان على الساحه، عندها ريبيتاسيون كونتر ريبيتاسيون،
parce que c'est elle qui forme les cadres supérieurs de l'Algérie depuis 1962, depuis l'indépendance. Donc, مدراء بنوك، مدراء البنك المركزي، يعني العديد من المسؤولين متخرجين من مدرسة التجارة. هذا بين لي طبعا مدرسة قديمة كما المدرسة العليا للتجارة ولا مدارس أخرى جديدة، سي انكومبارابل، باسكو حنا عندنا اون اكسبيريونس، عندنا لونكادرومون، يعني ان كروند انكادرومون، التعطيل الموجود بشكل عالي وكافي بكل الميادين. دونك انا انا با بروبليم دو كادرومون. الوغ ماتينون طبعا الان الرغبه، كان اللي حاب يدير اللي حاب يكون اللي يحضر لو دومين دو ليكونومي دو لا جيستيون يجي ليكول، ولكن اللي عنده مرو اخرى يروح للجامعات الاخرى او المدارس الاخرى. دونك سينون ايضا الميل، ما تنساوش قبل ما تسجلوا اسالوا ثاني اللي سجلوا في جامعات اخرى، اسالوا والديكم ثاني، ما تنساوش بون دو كونساي بو دو بو بارون، باسكو حيكون عندكم تخصصات عديده حد تقابلكم، بالتالي صعب الاختيار. ان شاء الله تكون عندكم الحظ باش تدخلوا المدرسه العليا للتجاره. اوكي دونك استاذ دحية، على بالي بلي ادو لو رولي ا بارتي دو 11 اه نعم استاذ على بالي دونك اوكي وقيل الطلبة تاعنا مازلنا راكدين قال لي السخانة والشمس كاش حاجة نسيتها سمير ولا سفيان فكروني بها ما قلتهاش ولا الوغ البرنامج اللي راه عندنا اللي وضعناه فيما يخص الابواب المفتوحه عن بعد راح يكون اذا تناوب على الاجابه على الاسئله من طرف المدراء الفرعيين لي ديريكتور ادجوان، راح يكون ايضا وكذلك للشاب دو ديبارتمون رؤساء الاقسام. هناك برنامج يعني يومي ابتداء من اليوم الى يوم السبت، يوم الاحد ويوم الاثنين، صباحا ابتداء من الساعه 10 الى غايه الساعه 12، وفي المساء من الساعه 2 الى الساعه 4 14 à 16. دونك vous aurez donc les chefs de département, soit les chefs de département, soit les directeurs adjoints qui vous seront à votre écoute pour répondre à vos questions. ابتداء من اليوم. دونك اليوم انا جي كومونسي، مو جو سوي لو ديريكتور دو ليكول سوبيريور دو كوميرس. دونك فوز افي اوجوردي فوز ايتي ان كونتاكت ديريكتومون افيك لو ديريكتور دو ليكول سوبيريور دو كوميرس. ا بارتي دو 11 سي لو ديريكتور ديز انسينيومون مدير دراسات حيجي من بعدي. لابخي ميدي واش عندنا لابخي ميدي سمير؟ شكون اللي يكون في لابخي ميدي؟ كاين بوزملان نو عندنا مدام تي روزا لا ديريكتيس دي سيستيم دانفورماسيون اي غولاسيون اكستيرن. اي روزا اه اه وعندنا لو شيف ديبارتمون دو فينانس مدام بوزملان اوكي. دونك العشية عندكم
directeur adjoint du système d'information et relations extérieures, qu'on a à partir de 14h. À partir de 15h, il y a comme chef département, Madame Bouzmelal, chef département de la finance. Tout ce qui est finance, tout ce qui est il a fait. Où est-ce qu'il y a comme traçons, où est-ce qu'il y a une maquillage de tout la finance, dans le département finance. Donc, on a fait l'école quatre départements. Département finance, département comptabilité, département management et département marketing. Chaque département a un dos son chef de département. Bien sûr, Zaïd Nsina Aouja, le chef de département de l'année préparatoire. ممكن يتدخل حتى هو الى حاب لا تطرح الاسئله يتدخل في اي وقت او الان موجود معنا استاذ خالد خالد عزام ايش راك عندك مبروك صباح الخير استاذ صح عيدك الله يسلمك كل عام وانتم بخير ان شاء الله تقبل منا ومنكم دونك خالد ايضا راه موجود اللي عنده شي اسئله يطرح على سنتين تحضيريتين كل ما يتعلق بسنتين تحضيريتين يقدر يجاوبكم فيما يخص هذا الموضوع ان شاء الله يا Alors, normalement, je vous parle de Moraya Dahia. Ah, Khaoula, je suis à la levé la main. Khaoula, tu te dis, ok, un exception, ok, le chef de département, il est là. Oui, je suis là, les maquais, les grands, les deux années préparatoires. Maquais, les deux années préparatoires. Khaoula, tu te dis, اكيد استاذ ما كاش مشكل بالنسبه للخوله اولا مبروك عليك نجاح شهاده البكالوريا المقاييس التي تدرس في السنتين التحضيريه هي كاين مقاييس تقنيه واخرى متعلقه باللغات الاجنبيه كاين مقاييس مدمجه في الوحدات الاستكشافيه المقاييس هي تحليل رياضي جبر احتمالات لغه انجليزيه لغه فرنسيه قانون فلسفه علوم اجتماع كاين محاسبة مالية كاين محاسبة تحليلية تحليل مالي عدد المقاييس في كل سداسي هو 10 مقاييس يعني عندك في الطور التحضيري فيه 4 سداسيات السداسي الأول الثاني ثالث ورابع في كل سداسي هناك 10 مقاييس دونك هذه هي المقاييس التي تدرس في السنتين التحضيريتين دونك من بعد يبدا تحليل رياضي واحد يولي تحليل رياضي اثنين ثلاثه اربعه محاسبه ماليه مثلا كاين واحد السداسي الاول في السداسي اثنين محاسبه ماليه اثنين محاسبة مالية ثلاثة ثم تجي محاسبة تحليلية هذه هي المقاييس التي تدرس في السنتين التحضيريتين عبد الحافظ صباح الخير السلام عليكم عبد الحافظ إذا راه معنا الآن مدير الدراسات السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام الآن هذا مدير الدراسات هذا المسؤول على كل الدراسات في المدرسة العليا للتجارة الآن راح ينوب عني ينوب عني في الإجابة على الأسئلة تاع المتحصل أشهاد البكالوريا مع العلم أن عبد الحفيظ مش عارف يقول لك تقدر تستعمل في أمام طون جوجل ميت وفيسبوك تشوف الفيسبوك وصي دونك بعد نشرح لك سامي كيفاش دير كذلك خالد عزاوي باسكو راكم هنا في زوج دونك بوفي على فوا فوار جوجل ميت اي فيسبوك بور ريبوندر اون كيسيون اذا انا لا يسعني الا ان اقول للطلبه مبروك عليكم جميعا شهادة البكالوريا وان شاء الله تنالون التخصصات والتوجيهات التي تريدونها وتحبونها وان شاء الله اشوفكم كلكم في المدرسه العليا للتجاره لأننا أنا أنصحكم أنصحكم روحوا المدرسة العليا للتجارة في أي أحسن مدارس موجودة في الجزائر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته دونك أنا نحب لو بارتاج عندي عندي لو بارتاج
السلام عليكم سمير. السلام عليكم استاذ. سلام، صح عيدك. الله يسلمك، كنت زاد تقبل الله منا ومنكم اجمعين ان شاء الله. لا باس شيخ. لا باس الحمد لله. نقدر ننطلق مباشرة ولا؟ نعم تفضل. كيف الطريق؟ خلاص دوك مباشرة دلتك. أرحب بالحاضرين، نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، ومبروك للطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا لهذه السنة، ومرحبا بكم في المدرسة العليا للتجارة. وأي انشغالات أو تساؤلات تتعلق بالسير البيداغوجية في المدرسة العليا للتجارة فنحن على استعداد للإجابة عنها. ليتفضل الحاضرون. أستاذ كاين بعض الأسئلة طرحت على مستوى الفيسبوك، راني بعثت لكم أنا اليان في اللي ميت تاعك. لأني أنا لا ما عنديش، ما نتعاملش بالفيسبوك، لكن معليش نقدر الميل، بعثوا لي الميل تاعي. نعم تقدر تدخل ديريكتومون تشوف لي كومونتير، اهبط لتحت إن شاء الله. اهبط لتحت تكتب لي كومونتير، سينو قول لي بارتاجيك لي كومونتير تاعي. سمير. نعم استاذ. سمير. نعم سمير، انا ما عنديش فيسبوك. ما عنديش. خلاص ماش مشكل، دوك نبارطاجيك ليكون تاعي. والله الا ما كانش، شوف خالد ينوب عني وخلاص. خالد عنده فيسبوك. استاذ صباح الخير، عندي فيسبوك. ايه دير، انا ما عنديش فيسبوك، اذا تنوب عني ما كاش مشكل. معليش كيفاش ديروا في الفيسبوك؟ انا ماكش فاهمني، استدير تنوب عني في الاجابه عن تساؤلات وخلاص. انا ما عنديش فيسبوك، عم بالي بالجوجل ميت مباشره. ايه معليش ماشي مشكل، ماشي مشكل. ايه تنوب عني نورمال. معليش ايه سمير هو بيلي بك، كيفاش ندير؟ دوك نبعث لك ان ليان تدخل فيه. داكو اه ماشي مشكل. سمير. نعم استاذ. ينوب عني مباشرة اسمها خالد ومش مشكل. اوكي استاذ. انا بعته لك استاذ عزاوي. سمير. نعم استاذ. دوكا اللي فتحت دوكا الجواب، كي نتحدث انا نجاوب هما يسمعوا الجواب مباشره. نعم دونك هما الاسئله راهي مكتوبه في لي كومونتير. نعم
هذيك صح، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أستاذ عزاوي خالد، أستاذ بالمدرسة العليا للتجارة. سأحاول الإجابة على كل أسئلتكم المرسلة في شكل تعليق. نبدأ بالأسئلة. السؤال الأول، مريم قرجة، منذ يومين جيت للقطب الجامعي، شفت المدرسة الإقامة، لكن لازم على ما أظن سنتين تحضيريتين، وين نجوزها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بون مريم، أكيد هناك سنتين تحضيريتين في كل المدارس العليا. المدارس العليا لا موجودة في القطب القليعة، تطلب أنك تدرس في سنتين تحضيريتين في القطب القليعة. في كل مدرسة كاين قسم التكوين التحضيري، بعد سنتين من التكوين التحضيري هناك مسابقة للالتحاق بالمدارس العليا، يعني تلتحقي في الماستر. لكن السنتين التحضيريتين راح تكون على نفس المدارس، يعني تدرسي سنتين تحضيريتين في المدرسة في إحدى المدارس من مدارس قطب القليعة، وبعد السنتين يمكنك اختيار المدرسة للتحصل على شهادة الماستر. شحال لازم لا موين باش يدخلوا؟ هذا السؤال اثنين. ومعدل القبول يختلف من سنة لأخرى. معدل القبول يخضع لقانون العرض والطالب، يعني كل ما يكون طالب مرتفع على المدارس معدل لحيه يكون مرتفع. هي كاين طالب على المدارس العليا في على مستوى الوطن، المعدل في غالب الأحيان يكون يكون 14 70 15، كل سنة شحال يكون معدل القبول؟ خالد تفضل. والمدرسة العليا للتجارة تتصدر باقي المدارس. أدنى معدل العام اللي فات كان 15.38، مقارنة بالمدارس الأخرى كاينين اللي وصلوا ل 14. لكن المدرسة هي كل سنة تتصدر الطلب في بالنسبة لنوفو باشيلي. كما العام اللي فات آخر معدل دخل عندنا هو 15.38، وهذا راجع بسبب الطلب، بما انه كاين طلب كبير على المدرسة العليا للتجارة يؤدي الى ارتفاع ادنى معدل للقبول. هذا هو. شكرا استاذ. تقدر تعطي هذا كمعلومة؟ انا نقرا في الاسئلة ونجاوب عليهم بالترتيب استاذ. كاين سؤال اخر متعلق بالتخصصات، ما هي التخصصات؟ شوف، تخصصات في المدرسة العليا للتجارة عندنا تخصص محاسبة ومالية، عندنا تخصص فينونس دونتربريز مالية المؤسسة، عندنا تخصص مراقبة التسيير، عندنا تخصص ماناجمنت، عندنا تخصص تسويق، وعندنا تخصص موني فينونس اي بنك مالية نقود وبنوك. هذه هي التخصصات الموجودة حاليا على مستوى المدرسة العليا للتجارة، ويمكن انه يكون فيه تخصصات اخرى وفقا للتخصصات المطلوبه على مستوى في سوق العمل. طلبه كاين بزاف اللي يسالوني الداين 15 معدل. 15 عندك فرصه كبيره، عندك حظ انك تكون بين الطلبه المقبولين في المدرسه العليا للتجاره، لانه في السنوات السابقه كان معدل القبول 15، ولكن انا قلت معدل القبول يختلف من سنه لاخرى حسب الطالب. أدنى معدل قبول بالمدرسة العليا للتجارة هكذا. فوالا، أدنى معدل كان 15، يعني اللي عنده ذوك 15 51 36 أو عنده الحظ أنه يكون على مستوى المدرسة العليا للتجارة في القليعة، وهو مرتبط بالطلب والعرض لهذه السنة. سؤال رشا مرابطي، هل يمكن الالتحاق بالمدرسة العليا للتجارة لإكمال طور الماستر، وماذا يتطلب علما أن الطالب لديه ليسانس علوم تجارية؟ شوف، يمكن، لكن هناك شروط، هذه الشروط تحدد كل سنة على مستوى كل مدرسة. مثلا على مستوى المدرسة العليا للتجارة يطلب أنه يكون الطالب تحصل على سنتين، يعني كي نقول سنتين، سنة أولى وثانية، يكون ناجح. نعطيك مثلا، نعطيك شروط تاع السنه الماضيه، يكون معدل السنتين اكثر من 15، ويكون الطالب تحصل على الناجح بدون امتحان استدراكي.
ثم واش لازم؟ لازم كاينه فتره مرحله للتسجيل، يسجل ويشارك في المسابقه الوطنيه. اذا نجح في المسابقه الوطنيه يمكنه الالتحاق بالمدرسه العليا للتجاره. كوميرس انترناسيونال في المدرسه العليا للتجاره هو موجود في شكل مقياس لكن ليس موجود في شكل تخصص. ما عندناش تخصص كوميرس انترناسيونال في المدرسه العليا للتجاره، ولكن هو احد المقاييس من بين المقاييس المدرسه في التخصصات، التخصصات الماليه. الله يسلمك. نعم 15.17 عندك حظ انك تكون في المدرسه العليا للتجاره. يمكن للطلبة إرسال الأسئلة في شكل تعليقات حتى يتمكن من الإجابة عليها. تفضلوا بطرح أسئلتكم. سفيان سمير. نعم استاذ. بون في الفيسبوك ما كاش اسئله اخرى، اذا كاش ما عندكم اسئله جاتكم عبر الايميل ولا ارسلها لي نجاوب عليها. كاينه اسئله تاع العام اللي فات اذا نقدر نبعثها لكم. لما كاش باش يكون في شكل حوار طرح لي السؤال وانا نجاوب سمير، حتى اقرا الاسئله وانا نعطيك الجواب مباشره للطلبه في الاستماع. اوكي ماشي مشكل. بون كاين سؤال اخر، كاين ديال الرغبات كيفاه مثلا تخير تاع التجاره وهما ما قبلونيش كيفاه؟ لا هما دوك طلبه الجدد اللي تحصلوا على شهاده البكالوريا عندهم 10 رغبات، المفروض نتوقع نفس الشيء كيما السنوات السابقه. يعطيك الرغبات تخير 10، اذا لم تحصل على الرغبه رقم 1 تكون 2 3 4 وفقا لمعدلات القبول، بمعنى انه حتكون عندك راح يعطولك اختيار من بين 10 وفقا للمعدل، وفقا لمعدلات الادنى للقبول. دونك اذا ما عطاوكش الاختيار الاول راح تدي الثاني ثم الثالث وهكذا. لذلك عليكم الاختيار، يعني التركيز والاختيار دونك يكون موفق، معناتها ما ديرش الاختيارات في 10 تخصص غير مرغوب، لانه اذا ما ديتش التخصص الاول الاختيار الاول راح تروح مباشره للثاني ثم الثالث الرابع وهكذا الى الاختيار العاشر. عليك الاختيار الرغبات بتركيز وبدقه، لانه كاين احتمال انك راح تتحصل على احد الاختيارات العشرة. سمير. استاذ عزاوي. نعم تفضل. كاين فيرمي لي كيستيون، قال لك كيل سون لي ديفيرونت برانش دو سيت فيليير. الو دو سيت فيليير تاعنا سي دونك عندنا سيونس فينونسيير كوميرسيال فينونسيير سيونس فينونسيير كونطابيليتي سيونس كوميرسيال اي سيونس دو جيستيون. في التخصصات واش فيهم فينونس كونطابيليتي فينونس دونتربريز contrôle de gestion, monnaie financière banque, management des organisations et marketing. هذو هما التخصصات الموجودة حاليا على مستوى المدرسة العليا للتجارة.
Une autre question, je veux savoir concernant les spécialités de votre école et les possibilités d'avoir les choix correspondant à la moyenne exigée. Alors, pour la moyenne, ça dépend. La moyenne, c'est en fonction de la moyenne minimale fixée chaque année selon l'offre et la demande. Donc, généralement, l'école la plus demandée, c'est l'ESC, c'est l'école supérieure de commerce. La moyenne de l'année passée, c'était 15. C'est la moyenne la plus élevée. Pour les spécialités, je viens de les citer, donc c'est finance d'entreprise, comptabilité finance, contrôle de gestion, money finance banque, management des organisations. Et on a aussi contrôle de gestion et marketing. Ce sont les spécialités disponibles actuellement au niveau de l'ESC. Donc on peut ouvrir donc des nouvelles spécialités dans le futur. Voilà. ما هو معدل القبول في المدرسة علمي أن معدلي هو 15-17 المواد المدرسة أثناء الدراسة شهادة التخرج وفرص العمل بعد التخرج شوف فيما يخص معدل القبول أنا تحدثنا عليه وتحدثنا أنه معدل القبول المدرسة العليا للتجارة هو معدل أدنى هو أعلى معدل بين المدارس الموجودة في قطب القليعة نظرا للطالب الكبير على المدرسة العليا للتجارة تاريخيا في السنوات السابقة كان أدنى معدل القبول هو 15 ومتغير من سنة إلى أخرى متغير من سنة إلى أخرى هو متغير من سنة إلى أخرى حسب الطالب حسب الطالب كيف وش معنى حسب الطالب احنا عندنا عدد مقاعد بيداغوجية محدود والطالب بيكون هو الطالب الطلبة عندهم الإمكانية أنه يختار المدارس العليا شفتنا في المنشور الوزاري ابتداء من 12 يعني كيكون عندك معدل أكثر من 12 يمكنك اختيار المدارس ولكن 12 يعطيك حق التسجيل يعطيك حق اختيار رغبة ولكن المعدل راح يكون حسب سنوات سابقة كان يتوقف في 15 لأنه نرتب الطلبات من أعلى معدل إلى أدنى معدل ومن بعد وفقا لعدد المناصب البيداغوجية يحدد أدنى معدل للقبول تاريخيا وهو طلب وطني وهو طلب وطني وهو تسجيل وطني يعني تسجيل وطني بمعنى لو كان نعطيكم مثال لو كان نمثلوا احنا مثال هذا كمثال لو كان نمثلوا عندنا 200 منصب بيداغوجي مثال عندنا 200 منصب بيداغوجي وسجلوا عندنا 500 طالب كيفاش غنحدد المعدل الادنى للقبول نسجلوا 500 طالب من اعلى معدل الى اخر معدل ونتوقف عند الطالب اللي عنده الرتبه رقم 200 لو كان مثلوا جاونا 200 طالب عندهم معدل 17 يعني أدنى معدل حيكون 17 وبالتالي هذا هو المعنى أدنى معدل القبول يعني ترتب الطلبة وفقا للمعدلات ترتيب هو تسجيل وطني وثم نتوقف عند آخر طالب يعني آخر معدل وفقا لعدد المقاعد البيداغوجية المتوفرة في كل مدرسة هذا هو المقصود بأدنى معدل القبول فيما يخص السؤال المتعلق بسوق العمل هي شوف على مستوى المدرسة العليا للتجارة دونك التكوين هو تكوين ممتاز والطلبة تاعنا ماهمش يتلقاو الصعوبات في التوظيف كيف يشاركوا في مسابقة التوظيف واغلب مسابقة التوظيف يكون نجاح لطلبة المدرسة العليا للتجارة على سبيل المثال للحاسب مثلا هناك مسابقة تنظمها وزارة المالية متعلقة بتخصص بنوك وتأمين 90% من الطلبة الناجحين في القوائم هم طلبة المدرسة العليا للتجارة نفس الشيء المسابقة التوظيف تاع الضرائب وأعوان الجباية أغلب الطلبة دونك نقول أغلب بنسبة فوق 90% هما طلبة المدرسة العليا للتجارة نفس الشيء على مستوى البنوك على مستوى المؤسسات دونك طلبة المدرسة العليا للتجارة مطلوبين في سوق العمل وعندهم فرصة للتوظيف أكبر مقارنة بطلبة الجامعات والمدارس الأخرى وهذا نتيجة للتكوين اللي يتلقاوه الطلبة خلال الخمس سنوات كي نقول خمس سنوات معناتها السنتين الأولى التحضيري ثم ثلاث سنوات للحصول على ماستر في التخصصات المذكورة سابقا quelles sont les spécialités enseignées en commerce? Allez, à la maison, نفس السؤال.
نفس السؤال لي سبيسياليتي تحدثت عليها. انا عمي. هنا محاسبه يا ماليه مؤسسه، كونترول دو جيستيون مراقبه السير، مانجمنت دي زورغانيزاسيون، عندنا كونترول دو جيستيون، عندنا ثاني موني فينونسي بنك، نقود ماليه وبنوك، وهناك تخصص تسويق. هذه التخصصات الموجودة حاليا على مستوى المدرسة العليا للتجارة. اسكو لو ديبلوم اي ريكوني ا لترونجي؟ اكيد احنا الطلبة تاعنا، عندنا نسبة من الطلبة تاعنا كل عام راهي تسجل في الجامعات الأجنبية، في الجامعات الفرنسية، في كندا، راهم يديروا تسجيلات والطلبة تاعنا مقبولين وراهم يتحصلوا يكملوا الدراسة تاعهم في الخارج بسهولة. يعني الشهادة المدرسة العليا للتجارة معترف بها في الخارج في الدول الأجنبية، وكثير من الطلبة تاعنا التحقوا بالجامعات الأجنبية، وهناك حتى من توظف في الخارج. دونك الشهادة معترف بها ومقبولة وذات مصداقية كبيرة في الجامعات الأجنبية. نظام الدراسة كيفاش سمير؟ كتب هكذاك نظام الدراسة، يحوس على النظام الداخل كيف يكون نظام على نظام الدراسة. نعم بو على نحاول نجيب نعطي جواب، نتمنى أنه يكون هو الجواب المطلوب. نظام الدراسة دونك كاين سنتين تحضيريتين، سنة أولى تحضيري وسنة ثانية تحضيري. هدف المرحلة الأولى هو حجز مكان في الماستر، بمعنى أن سنة أولى تحضيري تنجح بعد سنة ثانية تحضيري، كي تنجح في سنة ثانية تحضيري هناك مسابقة اسمها مسابقة الالتحاق بالمدارس العليا. على رغم أن خالد تكلم على الترتيب، تكلم على الترتيب مش على المسابقة. إيه دوك هو ترتيب المسابقة، هما كاين اثنين، كاين ترتيب المسابقة أكيد. دوك الطلبة الأوائل بنسبة تتغير من سنة الأخرى، نقولوا بنسبة ما بين 50 حتى 70%، هذوك الطلبة الأوائل يعني اللي ترتبوا معدل سنة أولى زائد ثانية ويكون عندهم يحجزوا مكان بين 70%، من بين نسبة تتغير من سنة أخرى بين 50-70%، الطلبة الأوائل هما ينجحوا مباشرة يمروا للماستر. بقية الطلبة اللي ما راهمش في الترتيب، ما راهمش ما بين النسبة هذه اللي تحدثت عليها بين 50-70%، هم مطالبون باجتياز مسابقة حتى يتمكنوا من البقاء في المدرسة أو الالتحاق بمدرسة أخرى، بمعنى أنه لابد من النجاح أنك تنجح في السنتين تاع الطور التحضيري. إذا كنت من بين الأوائل دونك راك حجزت مكان في السنة أولى ماستر مباشرة بدون الحاجة للمسابقة، وهذا قانون جديد، هذه دونك هذا إجراء جديد يطبق ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله. دونك الطلبة الأوائل اللي يكونوا ما بين 50-70% يمروا مباشرة إلى الطور الثاني، أي إلى السنة أولى ماستر. بقية الطلبة المصير تاعهم أنهم يجوزوا مسابقة للالتحاق بالسنة أولى ماستر. مثلا هذا العام السنوات السابقة كانت مسابقة وطنية تخص كل طلبة، حتى هذه السنة نفس الإجراءات. ابتداء من السنة القادمة إن شاء الله القانون الجديد ينص على أنه مسابقة تخص فقط الطلبة اللي ما همش في النسبة بين 50-70%، يعني الطلبة اللي ما تحصلوش على المراتب الأولى هذوك يجوزوا مسابقة، والمسابقة تكون على مستوى المدرسة. هذا هو النظام. بعد الانتقال للسنة أولى ماستر، عندك السنة أولى ماستر تكون طون كوما، معناتها هي جذع مشترك تدرس فيها كل المقاييس المتعلقة بالتخصص تاع المدرسة العليا للتجارة. ثم ابتداء من السنة الثانية ماستر يكون هناك تخصصات، يعني وفقا لمعدل السنة أولى ماستر يتم توجيه الطالب وفقا لرغبات الطلبة أكيد إلى أحد التخصصات المذكورة، ثم يدرس السنة الثانية تخصص والسنة الثالثة تخصص. السنة الثالثة هناك دونك السنة الثانية دونك عندك السداسي الثالث والرابع، ثم تزيد تدرس السداسي الخامس في السنة الثالثة. أما السداسي السادس فهو مخصص لمذكرة التخرج، دونك عندك ميموار دو فان ديتود وفقا للتخصص، هذا هو يمثل السداسي السادس للتكوين الماستر.
تفضل سفيان، هل هناك أسئلة أخرى؟ سمير. Merci de nous faire une présentation détaillée de l'école avec les éventuels débouchés. La présentation de l'école, c'est une école nationale, supérieure de commerce, avec plusieurs spécialités dans les domaines finance, comptabilité, contrôle de gestion, management et marketing. Pour le marché du travail, les diplômés sont demandés sur le marché. Et j'ai cité même donc des exemples sur les concours organisés par des entreprises, par des banques, par des ministères. Donc, les admis sont toujours les diplômés de l'ESC, avec presque la quasi-totalité. J'ai un pourcentage de 80 jusqu'à 90% des admis sont les diplômés de l'école supérieure de commerce. Donc, vous avez donc une performance pour... أستاذ عزاوي. وي. كاين هذا قال لك سلام، من فضلك لدي شهادة باك 2020 ليس بي تي اس جي اتش دي مانجمون سي ار جي ماستر بروفيسيونيل ام ار اتش اكسيتيرا. كيف يمكنكم مساعدتي معي أن الموظف أرغب في الدراسة؟ هذا سمير. نعم استاذ. شوف، هو جميلة حتى اليوم راه 21 جميلة، كان النظام القديم تاع ليسونس ماجستير هو اشترانا في النظام ال ام دي، هو نظام اخر. هو عنده باك 2020. باك 2020. باك 2020 هادو عندهم اجراء اخر. استاذ دحيه، انا ما نسمع فيك. بالنسبه للطالب ما نسمع فيك. انا نسمع فيك استاذ، انا نسمع فيك. الطالب متحصل على باك 2020، ما هي عنده بكالوريا 2020. بكالوريا 2020 ينتظر الى غايه انه يسجلوا هذو حاملي البكالوريا الجدد، يسجلوا بعد ما يسجلوا ويحدد المعدل الأدنى المقبول لهذه السنة، تفتح في شهر سبتمبر من طرف الوزارة مرحلة تحويلات بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا للسنة الماضية. وفي العادة في الغالب هناك إجراءات قبول تستدعي شروط، من بينها شرط أساسي، ما هو؟ أن الطالب هذا يكون السنة الماضية مقراش دار سنة أكاديمية، سنة بيضاء أني بلانش، وما يكونش إما دار سنة بيضاء ما درسش، يعني ما استفادش من سنة البكالوريا هذه، ويكون كذلك بالمقابل أنه ما هيش قرا في فرع وما جابوش، وبفعل معناتها عدم حصوله على السنة يريد التحويل. المهم كشرط أساسي أن السنة السابقة يا إما يكون ناجح جايبها في فرع آخر جايبها، وينتظر معدل أدنى القبول لهذه السنة، وينتظر مرحلة تسجيل تحويلات بالنسبة للبكالوريا القدامى، وهذه في الغالب تكون في شهر سبتمبر وتحدد من طرف الوزارة في مرحلة معينة، وإلا يكون السنة الماضية ما درسش، عنده سنة بيضاء بلوك لاني تاعو. هذا هو الشرط الأساسي. نعم خالد، تسمع فيا؟ سمعتك استاذ، واضح الجواب تاعك. الاولويه بالنسبه هي الحاملي البكالوريا الجدد، بالنسبه للبكالوريا القدامى يتكلموا معاهم في الموضوع في بدايه سبتمبر، وتحدد فتره من طرف الوزاره وفيها شروط معينه. الشخص اللي يدرس في فرع اخر وما جابوش ويود التغيير، هذا غير مقبول مباشره. الشخص اللي جاب العام تاعو ممكن يكون فيها إمكانية التحويل على حسب المعدل الأدنى المقبول بعد الإجراء الترتيب لهؤلاء الطلبة الجدد، بكالوريا حاملي البكالوريا الجدد. اوكي، une autre question.
Faut-il passer un concours pour avoir accédé à cette école? أستاذ الزاوية تسمع فيا؟ أنا اسمع فيك سامير. قال لك هذا faut-il passer un concours pour pouvoir accéder à cette école؟ قال لك سامير نعم شوف، ما كاش مسابقة للدخول المدرسة عليا التجارة. الدخول بور اكسيدي سي جوست لا موين جينيرال دو باك. الوغ لا موين مينيمال اكزيجي جينيرالمون سي بور لي زاني باسي سيتي ا 15. دونك سي فوز افي دونك اون موين بلوس دو 15 فوز افي اون شانس بور اكسيدي ا لو اس سي ا ليكول سوبيريور دو كوميرس. الوغ لو كونكور سي ابري 2 ans، مي حسب الاجراءات الجديده ماهوش كل الطلبه مت ماهوش كل الطلبه معنيين بالمسابقه. المسابقه تخص فئه من الطلبه، لانه الطلبه الاوائل في نسبه بين 50 70% يكون المرور تاعهم الي مباشره سنه اولى ماستر. بقيه الطلبه مطالبين باجتياز المسابقه، ولكن للدخول للتسجيل في السنه الاولى تحضيري على مستوى المدرسة العليا للتجارة لا يوجد مسابقة، هو تسجيل مباشر وفقا لمعدلات البكالوريا. Combien d'années vais-je étudier et quelles sont les matières? Alors, nombre d'années, c'est 2 plus 3. Je m'entends 2 plus 3. 2 ans préparatoire plus 3 ans pour l'obtention du master. Les modules, ça dépend de la spécialité. Mais pour les années préparatoires, par exemple, عندكم مقاييس اناليز بار اكزومبل لا جو في لي سيتي دونك بيفمون دونك اناليز ماتيماتيك الجبر ستاتستيك بروبابيليتي فرونسي انجلي فيلوزوفي سيونس سوسيال فوالا دونك هادو دروا كونتابيليتي فينونسيير اناليز فينونسيير كونتابيليتي اناليتيك هذوما المقاييس. دونك في كل سداسي دون شاك سيمستر vous avez donc des modules dans chaque semestre et par la suite en fonction de la spécialité vous avez donc des modules de spécialité. خاولة يوسف هذه لا معناها سخسرتك. كيف يتم حساب 70%؟ هل على مستوى المدرسة أم المستوى الوطني؟ سمير نعم الطالبة هذه راهي موجودة في الميت في الجوجل ميت. نعم ايه اي سمعك ولا تفتح الميكرو ولا تفتح الميكرو تحدث معنا مباشرة. اوكي انا ماما تسمع فيك. تفضلي طالبة اطرحي السؤال تاعك مباشرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. 70% كيفاش يتم حسابها؟ هل على المستوى الوطني ولا على المستوى المدرسة فقط؟ العامين وراء العامين يكون في مفهوم مفهوم السؤال تاعك. شوف هي 70% ماهيش 70% ثابتة، دونك النسبة تتغير من سنة لأخرى. أنا قلت ما بين 50 إلى 70%، دونك تقدر تكون 70 تقدر تكون 60 تقدر تكون 55، هي نسبة تحدد سنويا. هذه النسبة تخص طلبة المدرسة فقط ماشي على المستوى الوطني، معناتها الطلبة المتمدرسين في المدرسة، معناتها الطلبة اللي داروا السنة أولى زائد السنة الثانية في المدرسة العليا للتجارة. كيفاش يحدد؟ يرتبون حسب المعدل. نعطيك مثال، نفرض أنه عدد الطلبة في المدرسة هو 200 والنسبة هي 70%. 70% تاع 200 هي 140، دونك 140 طالب الاوائل نرتبوهم وفقا للمعدل. نبداو بالمعدل اكبر معدل ونبداو نهبطو، دونك الترتيب حسب المعدل. دونك نبداو من الطالب الاول حتى الطالب 140 اللي هو نسبه 70% من 200 كمثال هذا. دونك هذوك 140 طالب في حال ما اذا كانت النسبه 70% هما يمروا مباشره للسنه اولى ماستر. بقيه الطلبه شحال بقات من 140 ل 200؟ مازال 60 طالب. هذوك 60 طالب يجوزوا مسابقه، وطلبة المدارس الأخرى طلبة الخارجيين ولا طلبة اللي يجوا من الجامعة بشروط أكيد يجوا يشاركوا للحصول على مقعد على مستوى المدرسة العليا للتجارة. نعطيك مثال، احنا مادام مثلا احنا شحال يخصنا من كي نبدو 140، إذا كان مقعد البيداغوجية في السنة الأولى ماستر هي 200،
معناتها كاين 60 منصب، هذاك 60 منصب يتنافس عليه بقية الطلبة مع الطلبة اللي جونا من خارج المدرسة بطلبة المدارس الأخرى ولا طلبة الجامعات بشروط وفق المعدل تاعهم، يتسابقوا للحصول على بقية المناصب. واضح الجواب؟ وي واضح، يعطيك الصحة. شكرا، الله يسلمك. هذا سؤال من فيسبوك، قال لك اسكو ديو لي ستاج، ديو ستاج خلال الدراسة؟ نعم نعم اكيد عندهم لي ستاج، عندهم دو ستاج، عندهم ستاج يديروا في السنة الثانية ماستر، في السنة الثانية ماستر يديروا تربص استكشافي، يعني تكون فرصة باش يشوفوا الميدان العمل والميديو بروفيسيونيل، يكون احتكاك مع المؤسسات. وعندهم كذلك تربص ان اوتر ستاج في اطار انجاز مذكرة التخرج. اوكي خالد، نعم استاذ خالد تفضل استاذ. قول لهم دو ستاج، لو برومي ستاج، لو برومي ستاج دون لا دوري تاعو سي ان موا، اون دوزيام اني سي لاني دو سبيسياليتي، اي لو دوزيام ستاج لا دوري تاعو معناتها دو ان موا حتى لتروا موا بور بريباري الميموار، عطيهم لا دوري. اكيد دونك هذا هو كما تفضلت استاذ، هما راهم في الاستماع مباشره استاذ. دونك التربص الاول المده تاعو شهر وتكون في السنه الثانيه ماستر اللي هي السنه الاولى للتخصص، والتربص الثاني في اطار انجاز مذكره التخرج راح يكون في السنه الثالثه ماستر، والمده تاعو تصل من شهر الى 3 اشهر. دونك هذا هو التربص، كاين زوج تربصات، واحد المده تاعو شهر والثاني يمكن ان تصل الى 3 اشهر في اطار انجاز مذكره التخرج. قال لك فيني حنا باك 2021 راح نطلعوا السنه الاولى ماستر بالنسبه تاع النجاح ولا مسابقه. كيفاش سمير؟ قال لك حنا باك 2021 احنا طلعوا للسنه اولى ماستر بالنسبه تاع النجاح ولا بالمسابقه، يعني يجوزوا ماستر بالمسابقه ولا بالنجاح تاعهم. مفهوم. بون طلبه الباك 2021 هما الطلبه الاوائل اللي يتحصلوا على المراكز الاولى، يعني يقراوا مليح وتكون المعادله تاعهم عاليه مرتفعه بين السنه الاولى والثانيه، اكيد راح يكونوا في النسبه تاع 70% ولا في النسبه ما بين 50 الى 70%. دونك ما يكونوش معنيين بالمسابقه، راح يكون النجاح تاعهم الي، يعني انتقال الي من الطور التحضيري للطور السنه الاولى ماستر للطور الماستر. الطلبه اللي ما كانوش مع الاوائل، يعني ما كانوش في النسبه هذيك السنويه اللي تكون بين 50 70%، هذوك الطلبه الحين يكونوا معنيين بمسابقه تنظم على مستوى المدرسه العليا للتجاره. معناتها اذا كان ما بين الاوائل راح يكون انتقال الي للسنه الاولى ماستر، اذا ما حالفوش الحظ انه يكون من بين الطلبه الاوائل تبقى له فرصه ثانيه، هو يجوز مسابقه، يجتاز مسابقه باش يلتحق بالسنه الاولى ماستر. هذا هو الإجراء الجديد للالتحاق بطور الماستر. فهني كاتيا أزغار كو كونسيي بوغ أن ماتو كي أرو سون باك أفي 1465 طالبة الرياضيات هما طلبة متفوقين عندنا على مستوى المدرسة العليا للتجارة، دونك ماشي راح تكون عندهم صعوبة، لأنه طالب الرياضيات يعني راهو متعود على المقاييس التقنية والكمية، دونك راح يقدر يحجز مكانه بسهولة على مستوى طور الماستر. قول له نرحب بهم في المدرسة العليا للتجارة أكثر من غيرها من المدارس، car معناتها la formation de l'école supérieure de commerce basée معناتها essentiellement sur le ce qu'on appelle les mathématiques etc les modules techniques. voilà donc معناتها بالعكس معناتها طالب اكيد، يعني حبيت نقول باللي طالب اللي تخصص تاعو رياضيات
راح ينجح، يعني حتكون عنده فرصة نجاح أكبر على مستوى المدرسة وعلى التجارة. هو مرحب بهم لأنه المقاييس اللي تكون في الطوابق التحضيرية حتكون مقاييس تقنية، يعني عدة هناك عدة مقاييس تقنية ذكرت منذ قليل، مادة التحليل الرياضي، الاناليز ماتيماتيك، الالجاب، probability، statistics، sont des modules. حتى في التخصص، تخصص في المدرسة العليا للتجارة يعتمد على المواد الرياضية بشكل أساسي. بشكل أساسي. طلبة الرياضيات l'environnement favorable نتاعهم سي بيان لي كول سوبيريور دو كوميرس. كاين هذا هو. كاين مونبغ معنا واسمها مريم. نعم تفضلي مريم، تقدري تهضرين، نسمعوا فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جيت غير قبل يومين، كنت في القطب ولكن وصلت شوي متأخرة، ما قدرتش ندخل نسأل. شفت انه كاين فما اقامات، هل هذوك الاقامات ثاني متوفرين للطلبات اللي يدخلوا سنة تحضيرية؟ نعم اكيد، هذوك الاقامات راهم مخصصين لطلبة القطب الجامعي القليعة. يعني وفيما يخص النقل وهذه الامور ثاني متوفرين للطلبة؟ اكيد اكيد، النقل متوفر، الاطعام متوفر، والاقامة متوفرة. هو قطب جامعي يتكون على كل مرافق، نتحدث على الإقامة، الإطعام والنقل متوفرين على مستوى القطب القليعة، وهما مخصصين لطلبة القطب، للمدارس الموجودة في القطب القليعة. أنا أنيسة التنقل تاعك منين؟ المنطقة اللي تتنقلي منها منين؟ من عين طايا، بكا ماهيش في نفس الولايه، من عين طايا ولايه الجزائر، شرق الجزائر. النقل الجامعي متوفر في جميع الاتجاهات، حتى في اتجاه قليعه كذلك. وفيما يخص معدلات القبول هذا العام، راح تكون اي واحد من فوق 12 نقدروا نخيروا، من بعد انتم تقولوا لنا وين حديتوهم؟ هو ماشي تفضل خل. هي 12، هو 12 يعطيك حق الاختيار، اكيد سمعني. نعم. ومن بعد معدل ادنى معدل القبول يتحدد وفقا للطالب. وش معناتها؟ معناتها كاين برنامج اعلام الي هو اللي يحدد اخر معدل قبول. هي تاريخيا في السنوات السابقه ادنى معدل القبول على مستوى المدرسه للتجاره كان يتوقف في 15. وقبل قليل سمعتكم تتحدثوا على الشعب الرياضيه، انا شعبه علوم تجريبيه، رياضيات ثانية ماده اساسيه في الشعبه، ولكن هل اللي عندهم تقني رياضي وشعبه رياضيات عندهم اولويه على شعبه العلوم؟ ما كاش اولويه. انت شحال المعدل تاعك طالبه؟ 15.36. الله يبارك. اذا انت وعندي زوج زميلاتي ثاني 15. ما كاش اولويه. وعندكم حظ انكم تكونوا في المدرسه العليا للتجاره، وبما انه التخصص تاعكم كان علوم. كاين امكانيه وكاين حظ. فوالا، وعندكم امكانيه وحظ كبير تكونوا في المدرسه ديال التجاره، وبما انه التخصص تاعكم علوم تجريبيه دونك راح تصيبوا سهوله في التاقلم مع مقاييس الموجوده في المدرسه ديال التجاره ان شاء الله. وحنا مستفيدين من العرض تاع اننا نعود نطلعوا، الاوائل يطلعوا مباشره يتاهلوا للمدرسة بلا ما يفوت المسابقة. العام هذا كاينه ولا للعام الجاي تاع 2022؟ لا هي كي نقول العام هذا معناتها العام هذا اللي راهم السنة الثانية تحضيري، اللي راهم يقراو ديجا في المدرسة. انتم باك 21، انتم تمروا مباشرة للنظام الجديد، معناتها الأوائل يحجز مكانه بطريقة آلية، انتقال آلي للسنة أولى ماستر. اللي ما يكونوش الأوائل هذوك المعنيين بالمسابقة، دونك انتم راكم معنيين بهذا القانون الجديد. نعم، من فضلك استاذ باك سؤال اخير فيما يخص التخصصات، هل الاوائل اللي يخيروا التخصصات اللي يحبوهم ولا انتم اللي توجهوا للطلبه على حسب المعدل اللي داه؟
لا لا، المعدل للطالب هو اللي يوجه، معناتها كيكون تخصص مطلوب ويكون عليه الطالب كبير، معناتها الفاصل هو المعدل. احنا نرتبوا الطلبة وفقا للمعدلات وفقا لرغبات الطلبة، يكون توجيه التخصص، يعني التخصص ما يكونش بطريقة إدارية وراح يكون بطريقة آلية وفقا للمعدل ورغبة الطالب. يعني اللي مدي هذه أنسة وهذه من صفات المدارس. لما نقول مدرسة معناتها فيها معناتها الفرز يبدأ بداية من النجاح في البكالوريا، معدلات الدخول الى المدارس هي معدلات عاليه افيك ان كلاسمون، من بعدها ابري دو زون دو كلاس بريباراتوار كاين ان كلاسمون باش تروح للماستر، هذا الفرز الثاني. الفرز الثالث لما تدخل في الماستر وتقرا بريمير اني ماستر ترونكوما، كاين فرز ثالث ان كلاسمون معناتها بور افوار سبيسياليتي بيان ديتيرميني. معناتها الكلاسمون راه يندار في المدرسه ديرو لو كورسيس دو ليتيديون، يعني قبل ما يدخل لي كلاس بريباراتوار، بعد ما يكمل لي كلاس بريباراتوار، قبل ما يدخل لي سبيسياليتي، ومن بعدها في التخرج تاعو تكون عنده امكانيات انه لما يفوت لو كونكور تاع الدكتوراه، لي كونكور تاع لو ريكروتمون الثاني، راح يكون كاين فرز اخر اترافير لي كونكور اترافير لا. يعني اللي اللي عندهم اعلى معدلات يخيروا اي تخصص مقبول ليهم، اي تخصص مقبول. معناتها الطالب النجيب واللي يبقى توجور معناتها يشتغل ويخدم، ما يعتمدش على ارث الشرعي نتاعو البكالوريا، قال انا جبت البكالوريا 16 رايح ندخل الجامعه ونرقد. لا، اللي عنده 16 لازم يبقى بنفس الوتيره يحافظ عليها اترافير لو كلاسمون دي كلاس بريباراتوار، اترافير لو كلاسمون بور افوار اون سبيسياليتي، اي اترافير مثلا ان كلاسمون بور ان بوست دو ريكروتمون ولا ان بوست دومبلوا ولا بور ان ريكروتمون ولا بور باسي لو كونكور تاع لو دكتوراه. معناتها عمليه الترتيب ولو كلاسمون هي عمليه مستمره وهي جزء اساسي في نظام المدارس، لذلك سميت مدارس. وهذا هو الفرق بينها وبين الجامعات اللي تعتمد على الاولويه دائما للطلبه الاوائل، دونك الاولويه للطلبه المجتهدين. نعم، يعني ولغه التدريس دائما في الفرنسيه. لغه التدريس في المدرسه حاليا عندنا ثلاث لغات، عندنا مقاييس باللغه الفرنسيه، عندنا مقاييس باللغه العربيه، وعندنا مقاييس كذلك باللغه الانجليزيه في التخصصات. نعم، يعني في التخصصات على حسب التخصصات، يعني غير في الماستر في كل تخصصات كاين ثلاث لغات، يعني راح تصيبوا ثلاث لغات في كل تخصص، يعني مهما يكون تخصص اللي يختار الطالب، هناك مقاييس تدرس بالانجليزيه، مقاييس بالفرنسيه، وهناك كذلك مقاييس باللغه العربيه. ومذكره التخرج في المدرسه العليا للتجاره يعني لي ميموار دو فان ديتود تصيبوا كذلك ثلاث لغات، تصيبوا الطلبه اللي يتحكموا باللغه الانجليزيه يديروا مذكرات باللغه الانجليزيه ويناقشوا بالانجليزيه، اغلبيتهم على كل حال راهم باللغه الفرنسيه، وكاين كذلك اللي يخرج باللغه العربيه. دونك اللغات الثلاثه، يعني الطالب في مدرسه التجاره ان شاء الله نتمنى انه كي يخرج يتحصل على الشهاده يتحكم في ثلاث لغات، اللغه الانجليزيه الفرنسيه واللغه العربيه ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ، وربي يعاونكم ان شاء الله ونكونوا معاكم في هذا العام ان شاء الله، يكون معدل يسمح ندخلوا للمدرسه ان شاء الله. ان شاء الله، مرحبا بك. يعيشك، شكرا جزيلا. الله يسلمك. صح، الى اللقاء. صح، كاتيا هادي راهي معنا. قالت لك اللقاء في المدرسه الوطنيه للاحصاء قد ينتقل للمدرسه العليا للتجاره باش يكمل ماستر. لازم يشارك في المسابقه الوطنيه ويختار المدرسة العليا للتجارة، وإذا كان المعدل تاعو في المسابقة الوطنية يسمح له بالانتقال للمدرسة العليا للتجارة مرحبا به، هو مرحب به، لأن المدرسة العليا للتجارة ترحب دائما بالطلبة الأوائل المجتهدين اللي تحصلوا على معدلات مرتفعة سواء في البكالوريا أو في المسابقة الوطنية. والطلب عليها في المسابقة الوطنية هو طلب كبير وكبير جدا، واللي يحظاوا بالدخول المدرسة العليا للتجارة هما الناس اللي يكونوا بيان كلاسي في الكونكور ناسيونال. فاني قلت لك كاتيا، ما هي ميادين توظيف المؤسسات العمومية؟
بغيت أمثلة. لكل المؤسسات، كل المؤسسات تطلب خريجين المدارس العليا. عندك الوزارات، المؤسسات الوطنية، المؤسسات الخاصة، البنوك، مؤسسات التأمين، كلها تحتاج لطلبة المتفوقين خريجين المدارس العليا. احنا مثلا في المدرسة العليا للتجارة تصلنا عروض، تصلنا عروض من مؤسسات يطلبوا قوائم الطلبة الأوائل. شوفك شوف الترتيب دائما مهم، حتى بعد التخرج من المدرسة العليا للتجارة الترتيب مهم، لأن المؤسسات في التوظيف ما يكونوا من ذاك بنوك، من ذاك يكونوا مؤسسات عمومية، يطلبوا من المدرسة قائمة الطلبة الأوائل في كل التخصصات، يتصلون بهم من أجل التوظيف. يعني كاين فرص توظيف، والطلبة الأوائل دائما عندهم فرصة أكبر للتوظيف والحصول على مناصب شغل. ولدينا شواهد خالد، وضح لهم، لدينا شواهد، هناك طلبة متخرجين من المدرسة العليا للتجارة هم يشغلون مناصب عليا في قطاعات البنوك وقطاعات التأمين. على سبيل المثال المسؤول الأول لصندوق التوفير والاحتياط بالجزائر اليوم، المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط هو خريج المدرسة العليا للتجارة. المدير العام لشركة أليونس أسيرانس هو خريج المدرسة العليا للتجارة. مدير البنك الخارجي، المدير العام للبنك الخارجي الجزائري هو خريج المدرسة العليا للتجارة. والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري هو خريج المدرسة العليا للتجارة. ما شاء الله، دونك خريج المدارس العليا للتجارة، مدرسة العليا للتجارة، موجودين في قطاعات متنوعة، في أعلى المناصب، في مؤسسات عمومية خاصة، بنوك ومؤسسات تأمين. دونك يشغلون مناصب عليا في كل القطاعات. كاينه هذه اسمها رشا مغطي من الفيسبوك تسقسيكم، السلام عليكم، هل يمكن التحاق بالمدرسه العليا للتجاره لاكمال طور ماستر، وماذا يتطلب علما ان الطالب لديه ليسانس علوم تجاريه؟ هي وفقا للشروط السنه الماضيه، حنا عطينا الشروط السنه الماضيه، يمكنها المشاركه في المسابقه على مستوى المدرسة العليا للتجارة في حال ما إذا تحصلت على معدل أكبر من 15 في السنة الأولى والثانية تاع ليسونس تاعها، بشرط أنها تكون نجحت بدون امتحان استدراكي، يعني صورة دراباش. في حال إذا توفروا فيها الشروط الشرطين يمكنها التسجيل لاجتياز المسابقة الوطنية. وبعد المسابقة الوطنية في حال حصولها على معدل مرتفع، يعني تكون بين الأوائل، يمكنها الالتحاق بالمدرسة العليا للتجارة للحصول على شهادة الماستر بعد 3 سنوات من التكوين. هذه فاني التقسيم فيسبوك قلت لك زعما هي دات الرغبة تاعها مدرسة العليا تجارة، قلت لك ودوك زعما أنا كي ندير الرغبة تاعي كيفاه ندير، مثلا أنا خيرت تاع التجارة وهما ما قبلونيش. هي عندها عشر اختيارات. ترتب الاختيار، تركز في الاختيار تاعها، ترتبهم من 1 لـ10. في حال ما إذا ما تحصلتش على الرغبة رقم 1 احنا يعطولها رغبة 2 ولا 3 ولا 4، دونك راح تحصل على احدى الرغبات المعبر عنها في الاختيارات. دونك عندها 10 رغبات راح تحصل على 1 من 10. اوكي. قال لك واحد يحوس على لا دا دي كونكور، تاريخ فترة دورات الالتحاق بالمدرسة العليا للتجارة. هذا السنة، هذا العام 18 سبتمبر ان شاء الله. كل سنة يحدد تاريخ المسابقة. لابد كونكور سيفوبلي. نعم يا زيد تفضل. تفضل تفضل. Je vous demande la date du concours. Alors pour cette année c'est le 18 septembre. Chaque année on fixe la date. 18 septembre. Pour cette année le 18 septembre. Ah.
Ah, d'accord, merci. Et la moyenne minimale pour... Pour passer le concours? Oui, pour passer le concours. Pour un externe? Non, Des pour un promis université. d'université. Pour les gens des universités? Non. Ah, Si pour vous le... voulez. Bon, pour les étudiants, bon, le concours, c'est pour les étudiants des écoles supérieures. Donc, les Oui. étudiants des écoles supérieures vont passer le concours le 18. Et alors, donc, il n'y a pas une moyenne exigée pour passer le concours pour les étudiants des écoles supérieures. On fixe une moyenne pour les étudiants externes, pour les étudiants des universités. On exige une D'accord. moyenne minimale pour accéder, pour passer le concours. Pour les étudiants des écoles préparatoires, il suffit juste d'avoir donc une moyenne de 10. Maintenant, il faut donc passer les 2 années avec succès, donc admis, et par la suite, il passe le concours. Et la moyenne de bac Avoir les minimale 2 années. pour... Alors, la moyenne du bac, généralement, pour l'ESC, c'est les années passées, donc c'était à 15. La moyenne minimale, hein, pour accéder. D'accord. Ah, d'accord. Merci Alors, bien. Merci à vous. Rose Rose, le Facebook, c'est quoi la différence entre ESC et EHEC? La différence, c'est les spécialités. تخصصات هما فيزيولوجيا مدرسة موجودة على مستوى القطب القليعة لكن التخصصات ماشي نفسها معدلات القبول تختلف معدلات القبول تختلف من سنة لأخرى معدل قبول المدرسة العليا للتجارة يكون نذكر مرتفع باللي المدرسة العليا للتجارة المدرسة العليا ما حتى المدرسة العليا للتجارة راهي تاريخ الإنشاء تاعها او 1900 وهي مدرسة معناتها تتجاوز تقريبا الآن قرن في التكوين ولها تاريخ لها ثقافة لها كشغل موارد بشرية كفؤة ان انكادرومون لها معناتها ميزات خاصة بها رغم أنه حتى الطلب على المدرسة العليا للتجارة هو طلب كبير وكبير بزاف هذا هو الأساس آخر معدل لا مويان مينيمال للسنة الماضية كانت ليكول مكلاسية هي الأولى بارابور لي زوطر زيكول آخر معدل كان 15.30 في حين المدارس الأخرى كان آخر معدل 14 فاصل المهم جات المدرسة العليا للتجارة ليكول سوبيريور دو كوميرس هي في الكلاسمون هي الأولى من بعدها جات بعدها مباشرة في الكلاسمون اش بي سي كان معدل القبول سيتي 15 10 وليكول دو كوميرس كانت 15 38 واحد شخصي من فيسبوك موسى اي شخصي الى عندكم الدكتوراه راكم تسمعوا في المستوى دكتوراه كل سنة نعم دكتوراه كل سنة المدرسة العليا للتجارة تتحصل على مناصب من طرف الوزارة لإجراء مسابقة الدكتوراه للخريجين الجدد وهي مسابقة وطنية يشارك فيها طلبة المدرسة العليا للتجارة خريجي المدرسة العليا للتجارة إضافة إلى خريجي الجامعات والمدارس الأخرى هي أترافير أن كونكور راح تكون كاينة نتائج وعدد محدود من المقبولين لإجراء وتحضير الدكتوراه وفي جميع التخصصات Les différences entre spécialités. Lady Les différences entre les spécialités. Samir, vous Ah. قلت les différences entre les spécialités. معناتها les spécialités وقعت على ماستر ولا تاع مانيش عارف شو يقصد.
هي الا كان يقصد حنا عندنا لي سبيسياليتي كاينين في الماستر، ما كاش في لي كلاس بريباراتوار، ولي سبيسياليتي يبداو ابارتير دو لا دوزيام اني ماستر. نذكر باللي كاينين في ليكول سوبيريور دو كوميرس دو زاني دي كلاس بريباراتوار، ابري دو زاني هادي كاينه لا بروميير اني ماستر سي اون اني ترون كومان، من بعدها ابارتير دو دوزيام اني ماستر رايحه كونتوني يختلف عن غيرها من لي سبيسياليتي. ما نقدروش نتكلموا عن لي ديفيرونس اونتر لي سبيسياليتي لان شاك سبيسياليتي تخدم وظيفه معينه داخل المؤسسه. كي نقولوا هكذا تخدم وظيفه معينه، كاين عندنا سبيسياليتي ماركتينغ، كاين عندنا سبيسياليتي فينونس دونتربريز، سبيسياليتي كونترول جيستيون، سبيسياليتي كونتابيليتي فينونس، سبيسياليتي موني فينونس بانك، وكاين سبيسياليتي مانجمنت. وهاد لي سبيسياليتي شاك سبيسياليتي تخدم دومين معين وعندها خصوصيتها. الوغ ما نقدروش نديرو لا كومباريزون اونتر اون سبيسياليتي اونتر سبيسياليتي. هادي لا كومباريزون تدار اترافير لومبلويابيليتي في السوق في المارشي والطلب عليها، ويظهر ان لي سبيسياليتي هادو كامل عليهم طلب في السوق. يسي في واشنو ليتيديون هذا اللي دار سبيسياليتي معينه تكون عنده لي كومبيتونس نيسيسير باش يفرض روحو، وي اترافير معناتها لو كلاسمون تاعو راح يكون ناجح حتى في الحياه العمليه. نعرفوا دي جون داروا سبيسياليتي ماركتينغ وصلوا لمحطات كبيره وكبيره جدا. نعرفوا دي جون داروا سبيسياليتي فينونس دونتربريز وصلوا لمحطات كبيره وكبيره جدا. الوغ واش معناها؟ معناتها شاك سبيسياليتي وعندها الخصوصيه تاعها وتستدعي معناتها الانسان يحبها ويتفاعل معاها ويخدم باش يكون كومبيتون لدرجه انه يقدر الانسيرسيون بروفيسيونيل تاعو تكون بسهوله، والاندماج تاعو في سوق العمل يكون سريع، وتكون عنده لا بوسيبيليتي داكسيدي ا دي بوست سبيسيفيك ا دي بوست كلي. وعندنا شواهد المدرسه العليا للتجاره تخرجوا منها لونسومبل دي سبيسياليتي، وراهم دي جون اللي راهم يحكموا مناصب عليا وعلى المستوى سواء على المستوى المحلي او على مستوى الخارجي. حتى على مستوى الخارجي كاين عندنا من المدرسه العليا للتجاره دي جون صابوا دي بوست سوبيريور في فرنسا في كندا في بريطانيا الى اخره. على سبيل المثال عندنا من خريج المدرسة العليا للتجارة من المدرسة العليا للتجارة تخرج سبيسياليتي فينونس اي كونتابيليتي، اليوم راهو لو دي جي تاع مؤسسة كبرى في بريطانيا. كذلك عندنا تخرجت طالبة من المدرسة العليا للتجارة سبيسياليتي ماركتينغ، اليوم راهي في اكبر صندوق استثمار في كندا. كذلك عندنا طالبة تخرجت فينونس دونتربريز اليوم راهي موجودة في فرنسا وراهي تشتغل في دي بوات مشهورين، لا بوات تاع كي بي ام جي اللي هو مكتب دراسات خبرة فرنسي مشهور معروف عالميا. إذن قضية السبيسياليتي مرتبطة بالقناعات وبحب السبيسياليتي هذيك، وكذلك المجهود اللي يبذله الطالب باش ينجح في حياته العملية. السلام عليكم، أنا الأستاذة أبو زملال فايزة. وي. أستاذة بالمدرسة العليا للتجارة وطالبة، كنت طالبة في المدرسة العليا للتجارة. درست كل مراحل بالمدرسة العليا للتجارة، وأنا الآن أستاذة في تخصص المالية. لدي أنا تخصصي مالية محاسبة، ولكن أنا الآن يعني رئيسة قسم المالية. إذا كان فيه أسئلة فيما يتعلق ب يعني للطلبة الجدد، المهم في البداية أقول لهم مبروك عليكم حصولكم على شهادة البكالوريا، وإن شاء الله يعني تكونوا يعني الطلبة المهتمين
واللي تكون عندهم الإمكانيات الدخول إلى المدرسة العليا للتجارة أن يكونوا بيننا في هذه السنة إن شاء الله. إذا كان في أسئلة فأنا يعني في انتظار أسئلتكم. نعم كما تشوفوا يعني حسب ما هو في البارتاج المدرسة العليا للتجارة. تفضل حميد ساكسو الى لوفي لا مان. هل في سؤال من فضلك؟ ديزاكتيفي لو ميكرو سي فو بلي. كنت عايش غادي في راسي ديالي ما نسمع. كنت قاعد وحداني حتى الخبر جاني بعدك. نعم Ah d'accord, j'ai compris. Apparemment c'est Fintidar, Asila, Ani Chouf Ma'ana, Moucharikin, Aïssat Hossam. بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة كما هو في البارتاج تشوفوا بأن المدرسة العليا للتجارة هي مدرسة موجودة منذ 1900. هذه المدرسة تقدم يعني بعد ما كانت يعني النظام القديم أصبحت الآن في نظام الألمدي. ونظام الألمدي عندنا سنتين تحضيريتين بعد ذلك عندنا 3 سنوات الماستر. عندنا السنة الأولى ماستر هي نظام جدا مشترك ثم يبدأ التخصص. التخصصات الموجودة بعد السنة الأولى من جذع مشترك عندنا تخصص التسويق، عندنا تخصصات خاصة بالمانجمنت يعني تنظيم وإدارة المؤسسات، تخصصات خاصة بقسم المحاسبة، قسم المالية. فيما يتعلق بالمحاسبة عندنا تخصصين محاسبة ومالية ومراقبة التسيير. فيما يتعلق بقسم مالية والقسم الذي أرأسه لدينا مالية المؤسسة تخصص فينانس دوتخبريز اي تخصص نقود مالية وبنوك اللي هي موني فينانس اي بنك. مش عارفه اذا كان في الفيسبوك اسئله ما مش قادره نكون متواجده مع الفيسبوك. استاذه توكن بارطاجي نحاول نكون معكم في الفيسبوك. السلام عليكم استاذه. نعم كان كيكو كيستيون بعثوها لنا في بعثوها لنا بار لي زيميل دوك نبارطاجي ليكم. اها دوك نبارطاجي ليكم تقدر تشوفيهم. نعم وفي الفيسبوك كيفاش الفيسبوك دوك نشوفو دوك فيني بارطاجي ليكم. داكور ما راني فاتحه التليفون ديالي باش نشوف اون باراليل. اوكي دونك نسي كيفاش دوك باينت لك الاسئله. ايه حاول كاين عيسى حسام فايدو الى لوفي لا مان. Vous pouvez désactiver votre micro, s'il vous plaît. بعت ميساج قال لك سلام متحصل متحصل على الباك على الباك. نعم اكيد تقرا في الميساج تسير واقتصاد. انا نقرا في الميساج سلام متحصل على باك تسير واقتصاد معدل 15.11 هل تقدم هذه المدرسه فرص وعقود عمل؟ اولا مبروك عليك يعني هذا المعدل 15.11 يعني اهلك بشكل كبير
انك تكون يعني ضمن الطلبة في المدرسة العليا للتجارة. طبيعة الحال يعني اكيد انه المدرسة بعد تخرج بعد قضاء 5 سنوات دراسة اكيد هناك فرص كبيرة للعمل، كما قال زملائي في الصباح، مع يعني احيي زملائي اللي كانوا في الصباح، مدير المدرسة ومدير الدراسات وكذلك الأستاذ عزاوي خالد، يعني كانوا مشكورين وأعطوا بعض التوضيحات. هي أنه في متعلق بفرص العمل بالنسبة للمدرسة العليا التجارية، عندنا حظ أنه هي مطلوبة في سوق العمل، مطلوب يعني الطلبة المتخرجين من مدرسة العليا التجارة مطلوبين العمل، بدليل أنه سنويا جينا دائما يعني المؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة تطلب منا قائمة بالطلبة الأوائل بالمدرسة، يعني دائما نعطيهم قائمة، وهناك يعني فرص كبيرة للعمل، عقد عمل لا أظن يعني، ولكن أنه تجي مؤسسات تختار طلب النجباء لدينا، فهذا وارد جدا ويحدث في كل سنة. فبالتالي التميز والتفوق في الدراسة هو عامل كبير يهيئك، على الأقل إذا كان طالب حب يعمل دكتوراه، المدرسة كذلك تقدم تكوين في الدكتوراه، إلى جانب أنه فيما يتعلق بمناصب العمل بالنسبة للطلبة المتفوقين، فيعني هذه المؤسسات تبحث دائما عن طلبتنا، وهم يعني في المصف والأوائل في المراكز التي يحتلونها في هذه المؤسسات، كي يوصلوا إلى درجة مدير عام وغيرها. كما ذكر في الصباح مدير دراسات أنه أغلب يعني مديرين هذه البنوك، البنك الخارجي سي بي آ وغيرها من البنوك، حتى في الأفامي عندي زملاء يدرسوا معي لأنني كذلك خريجت المدرسة العليا للتجارة، فبالتالي رهم محتلين يعني مراكز تاع مدراء وليس مراكز دنيا. هل أجبت على سؤالك؟ أسئلة أخرى أني نشوف يعني كما في بارتاج، أغلب الطلبة يسألوا طبيعة الحال المعدل المطلوب للدخول إلى المدرسة. هنا بالنسبة للمعدل فهو حسب العرض والطلب، فبالتالي حسب الأماكن البيداغوجية، حسب العرض والطلب، وبالتالي أقل يعني هي كما يقول لوفر دغوا أبغتير دو 14، ولكن كما نقولوا في السنة الماضية فقط آخر طالب دخل المدرسة العليا للتجارة كان معدل 15.38. تفضل عيسى حسام. هل هذه الفرص متوفرة في المدارس الأخرى كالمدرسة الوطنية العليا للإحصاء؟ أظن أنه هذه الإجابة على هذا السؤال يجيبك عنها يعني مدير المدرسة الوطنية العليا للإحصاء. أنا نظن تكافؤ في الفرص فيما يتعلق في الدراسة في الطور التحضيري، الطلبة يدرسوا نفس الشيء، نفس المقاييس، وثم هناك يعني كونكور، لكن ابتداء من السنة المقبلة يعني تم علمنا بأن سوف يتم قبول يعني أو العبور بشكل آلي إلى الماستر بنسبة 70%، بنسبة 70% أو كما قال زميلي صباح بين 50 إلى 70% طلبة بدون يعني كونكور. الباقي 30% هم فقط يعني اللي يكونوا في الأقل معدلات، لأنه هنا كاين كلاسمون، كاين تصنيف وبالتالي كاين كلاسمون. هذا الشيء خلينا أنه يعني فقط 30% لازم يفوتوا كونكور
وبالتالي على حسب النتائج يلتحقون بالمدارس المختلفة. نعم، بالنسبة لفرص العمل، أنا تكلمت بحسب معلوماتي المتعلقة بالمدرسة العليا للتجارة، لأني بلا فخر أزكي المدرسة العليا للتجارة وأشجع خاصة الطلبة المتفوقين الذين يرغبون في يعني الوصول إلى أعلى المراتب، ولديهم حماس ولديهم يعني مثابرة، فبالتالي وعمل جاد في المدرسة، أن المدرسة هي مدرسة العمل فيها جاد جدا، وبالتالي التواكل والاستهزاء لا يناسبنا. على هذا يعني بقيت في المرتبة الأولى من حيث اختيار الطلبة، وأشجع الطلبة على الانضمام إلينا. هل في سؤال آخر؟ نعم، تفضل حسام. ممكن التحويل من المدرسة العليا للإحصاء إلى المدرسة للتجارة بعد الامتحان الوطني؟ هنا مش تحويل، هنا احنا قلنا بأنه ما لبش. هل أنت يعني باشوليه، نوفو باشوليه؟ هل أنت يعني عسات حسام، أنت ما قدمتناش نفسك يعني باك 2021. إذا كنت باك 2021 فالتسجيل يكون على الأرضية اللي تفتحها الوزارة عن قريب. باك، نعم، دونك أنت يا باك 2021. دونك قبل ما تتكلم، وشحال المعدل؟ معدل تاعك 15-11. إن شاء الله يعني تكون عندك فرصة أنك تدخل للمدرسة العليا للتجارة، لأنه كما قلت المعدل جيستيون جيستيون يعني عندك فرص كبيرة باش تدخل إلى المدرسة العليا للتجارة. فقط عملها في اختياراتك الأولى، يعني الوزارة لما تفتح أرضية للتسجيلات، فهذه الأرضية تحدد فيها عدد معين من التخصصات، نظن 10 تخصصات يمكن تسجيل فيها، وبالتالي حسب الأماكن وحسب المعدلات، وعندك إمكانية الطعن كذلك، وإن شاء الله يعني تكون من ضمن المقبولين بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة. أما عملية التحويل لا يكون، لا يوجد هناك تحويل ما بين المدارس، يعني إذا كان تسجيلك بشكل نهائي في أي مدرسة من المدارس العليا الموجودة خاصة اللي في القطب القليعة، التحويل من مدرسة إلى مدرسة لا يمكن، والامتحان الوطني لا يوجد عند الدخول بالنسبة لنوفو باشوليه، هي بعد سنتين من يعني بريبا تحضيري، من طور تحضيري. قلنا هاد السنة كاين امتحان وطني، لكن ابتداء من السنة المقبلة يعني تم يعني تحديد أن نسبة 70% من الأوائل يمروا مباشرة إلى الماستر، يعني في المدرسة اللي يكونوا فيها. تبقى 30% من الكلاسمو الباقي، 30% في الأخير هم فقط ليخضعون لما يسمى بالامتحان الوطني، وفيه أكيد الوزارة حددت الشروط، لأن هذا جديد، هذه معلومة جديدة ما تطبقش هذا العام، ولكن تطبق بالنسبة لكم انتم كما باك 2021. الشروط ما عنديش اطلاع عليها، فقط يعني 30% هم الذين يمكنهم يعني بعد امتحان وطني
يعني الاختيار، عندهم اختيارات اللي فيش دوفو، عندهم اختيارات باش يروحوا المدارس نتاعهم اللي يرغبوا فيها. وشكرا. نعم اذا ما كانش في سؤال، كاين الاسئله اللي راهي بارطاجي معنا، عندنا اسئله. مازالك حسام تفضل. هل ممكن للسبعين تغيير المدرسة في طور الماستر؟ ما على باليش يعني، نظن هل ممكن 70% متفوقة أن يروح مدرسة أخرى؟ هي الأفضل أنه الطالب اللي يكون في المدرسة، فهمتك يعني، إذا كان مثلا تجوزت مثلا طور تحضيري سنتين في المدرسة، ومن بعد كنت من 70 الأوائل بسبب ما حبيتش تكمل في المدرسة، حبيت تروح مكان آخر، هذا يعني ما على باليش الشروط الجديدة لهذا. أنا على بالي بالنسبة في حالة الامتحان الوطني هناك كلاسمون، هناك كلاسمون، والكلاسمون هذاك الأوائل يجوا المدرسة العليا للتجارة، والباقي يعني يتوزعوا ما بين المدارس الأخرى. المتفوق طبعا حد من هو يكون عنده حرية الاختيار، ممكن أنه يروح. أنا في هذه النقطة بالذات أنه بدون كونكور سنتين من وجاي، هذا قانون جديد من المستقبل. أنا نظن كاين بزاف طلبة لما يكونوا في مدرسة في الطور التحضيري يفضلوا دائما يبقوا في نفس المدرسة، يعني إلا نسبة قليلة اللي يعني تحب يعني تغير. نعم، هل في سؤال آخر؟ بون، بالنسبة للمعدل تكلمنا عليه، كاين سؤال راهو في المطروح، كل جونغ دو ميتيي est garanti par la formation. Quel genre de métier ? Bien sûr, c'est des écoles finance, comptabilité, management, marketing. Yani, selon les spécialités qui sont offertes par yani, ces écoles. Yani, selon les spécialités, bien sûr, le métier qui est offert est garanti par la formation. Que ce soit dans les entreprises ou bien les banques publiques et privées, il y a ni qu'une des financiers, des gens qui vont assurer la communication, le marketing, il y a un تسويق, الإعلان, كان يعني أشياء كثيرة توفرها المدارس الخاصة يعني المدارس العليا في المالية والتسيير والاقتصاد ويعني المانجمنت، كل هذه يعني تفتح لك أبواب باش تلقى يعني مهنة تزاولها إذا كنت يعني تزاول في مؤسسة عمومية أو مؤسسة خاصة أو بنوك أو تأمينات يعني زاسورانس، تقدر تلقى يعني تفتح لك أبواب كثيرة بطبيعة الحال للعمل. سؤال آخر، كلي دوسيا فورنير بور كومبليتي لي انسكريبسيون، صح لو دوسي تلقاوه في الأرضية تاع الوزارة، هي اللي تحدد يعني ما يجب يعني تقديمه في الملف. كاين سؤال مانيش نشوفه مليح، يعني مادا بيا نعم، j'aimerais savoir si je peux faire comptabilité financière à Colia ou à Alger ou s'il n'y a qu'à Constantine. Aussi, j'aimerais comprendre comment marche votre école, par exemple, si je n'ai pas le concours, dois-je recommencer de la première année? Non. Je suis. Je donne un exemple. Je suis. 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 Je suis.
دونك قلت انت من قسنطينة وحبيت تعرف هل يمكنك ان تدرس المحاسبة المالية في قليعة وألجي. المدارس العليا الموجودة كلها تقريبا في قليعة هنا هذه تقدر نظن حسب التسجيل تاعك في الأرضية الوزارة في أرضية الوزارة حسب التسجيل إذا كنت وحسب المعدل وحسب الرغبة تاعك إذا حبيت حتى كنت من قسنطينة وحبيت تدرس في المدرسة العليا للتجارة نظن هذا ممكن بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة إذا ما تحصلتش على الكونكور يعني كنت من الراسبين تحصلتش على الكونكور هل أنت نوفو باشولي دونك قلنا كاين كلاسمون ولا كنت راح تسجل هاد السنة 2021 باك 2021 معناتها أنت من الناس اللي حيكونوا ضمن يعني 70% اللي يعني يكونوا يمروا مباشرة لنظام الماستر دون كونكور سون كونكور بدون امتحان وطني البقية فقط هي لامتحان وطني طبعا إذا كان الراسب مشي أنه يعود للسنة الأولى نظن يقدر يوجه إلى المعاهد يعني الانستيتيو يوجه إلى الجامعات بقى كان حسام عيسات كان رفع يده نعم السؤال اللي طرحته هل يمكن فقط لا كاليتي دو فورماسيون يعني نقول بانه استاذة نعم قلت لي بلي عندي كوبور ما عنديش كوبور الانترنت راهي مليحة الو راهي مليحه سمير دوك انا راك تسمعوا فيا اوكي دوك انا نسمعوا فيك داكور صرات القطاعات نعم اسمحوا لي انا عندي راهي الانترنت راهي ممتازه في الدار اي ممتازه نعم. قلت نحاول نكمل اني نجاوب على الاسئله بالنسبة للمدارس الموجودة عندنا كاين بالمدرسة العليا للتجارة كاين أربع مدارس عليا اثنين في الشرق يعني في قسنطينة وعنابة واثنين في الغرب يعني تلمسان ووهران هذوما المدارس العليا الموجودة كما وضحتها لنا شهرزاد ديب
انا تكلمت على المدارس الموجوده على المستوى القليعة فقط. هذه المدارس قلنا وحتى المدارس الموجوده في الشرق بالنسبه لقسنطينه وعنابه واللي في الغرب تلمسان وهران كلها في الطور التحضيري تقدم نفس الشيء، يعني نفس المقاييس تدرس في الطور التحضيري. يبقى فقط التميز بين المدارس يكون في على مستوى الماستر، يعني بعد تخطي حاجز كما نقولوا الامتحان الوطني اللي راح يعني بنسبة 70% يعفى منه الطلبة ابتداء من السنة المقبلة. هنا يبقى فقط نسبة 30% هي التي سوف يعني تقوم أو تكون عليها ضرورة يعني القيام أو يعني المرور بالامتحان الوطني. بالنسبة معدل المقبول، هناك سؤال يخص معدل المقبول. بالنسبة للمعدل المقبول قلنا هو حسب العرض والطلب. هناك يعني معدل يفتح المجال للتسجيل، ثم في الأخير حسب العرض والطلب، حسب البلاس بيداغوجيك يعني الأماكن المتاحة لكل مدرسة، فبالتالي يقدر المعدل يتوقف كما العام الماضي. آخر طالب دخل عندنا المدرسة للتجارة كان معدل 15.38 بالنسبة للعلميين. سؤالي من بعد، لو ديبلوم ايتي ريكوني انترناسيونالمون؟ بطبيعة الحال الطلبة اللي درسوا في المدرسة العليا للتجارة لما عندنا طلبة كثير في اتصال معهم واللي يعني راحوا للخارج خاصة في الجامعات الفرنسية الإنجليزية وفي كندا، فهنا بالنسبة لي يعني بالنسبة لي هات المعدلات أو هات الدبلوم ف يعني يلقاو سهولة، لأن الدراسة عندنا مكثفة ودراسة يعني فيها يعني بذل مجهود، وبالتالي هذا يخليهم أنه تقريبا في نفس المستوى الجامعات بعض الجامعات الفرنسية والكندا وغير ذلك. نعم. Quelles sont les branches que votre aimable école propose? Les branches ou les spécialités? Bon, master, les branches, les masters qui sont proposés à l'école supérieure de commerce, adna master en sciences commerciales, adna master en sciences de gestion, adna master en sciences financières et comptabilité. En ce qui concerne master en sciences commerciales, adna اللي هي تابعة أو قسم التسويق يتكفل ب يعني تخصص التسويق والاتصال. في السابق كان فيه تخصص إدارة توزيع عقول البيع، نظن التخصص يعني ما حش يكون موجود. عندنا يتعلق بماستر في علوم التسيير، عندنا هذا الماستر يعني قسم إدارة الأعمال أو مانجمنت، هو اللي تكفل بتخصص المتعلق بتنظيم وإدارة مؤسسات. فيما يتعلق بالماستر العلوم المالية والمحاسبة هو نقطة تميز بالنسبة للمدرسة العليا للتجارة. عندنا تخصص أو عندنا في قسم المالية لدينا تخصصين، وهذا القسم اللي أرأسه هو عندنا تخصص مالية المؤسسة وعندنا تخصص نقود بنوك ومالية. فيما يتعلق بقسم المحاسبة، قسم المحاسبة يأطر تخصصين، محاسبة ومالية كونتابيليتي فينانس، ومراقبة التسيير هي كونترول دو جيستيون. كونترول دو جيستيون هذوما يعني التخصصات
اللي موجودة في المدرسة، وبالتالي نظن حسب هنا حسب الرغبة، يعني لا كيستيون كي بوزي كيل سون لي ميور برونش ادكوات بور موا اي ما فورماسيون انيسيال. دونك جو نو كوني با فوتغ فورماسيون انيسيال. هنا نظن لي ميور برونش جو سي با، انا نزكي اكثر الماليه تخصص لي انا فيه، ماليه ومحاسبه، ماليه المؤسسه، نقود بنوك ماليه، فهذه التخصصات هي اكثر مرغوب فيها اكثر من طرف طلبه ماليه، ويعني هي نحن في الماليه والمحاسبه اكثر تميزا عن باقي المدارس الموجوده معنا في القليعه. هل في سؤال؟ عيسى حسام، ما كاين برك علامة استفهام، ما فهمتش السؤال. انت فقط قلت لي الوثيقة الرسمية الخاصة بشروط الامتحان الوطني. هنا إذا كان يعني فهمتك، يعني قلت لي نعم هذه الوثيقة قلت تقدر تلقاها هنا، ما عنديش يعني في الميكرو ديالي، ممكن في الغد نحضرها لك، يعني نجيب لك شروط او الوثيقه الخاصه بشروط الامتحان الوطني، خاصه نتمنى يكون معنا استاذ عزاوي. استاذ ماشي نسمعوا فيك. الو سلام استاذ، لا مش سمعوا فيك من ميتا. السلام عليكم أستاذ عنابي. السلام عليكم، est-ce que vous m'entendez؟ انا سمعت فيك استاذه، très bien.
داكو. انا خديت رايك وبدلت عاود دخلت وخرجت لي زيكوتور باش تسمعوني مليح. نشوف مسيو بن عيسى النبي راه معانا يحاول يدخل معايا كذلك. مدام السلام عليكم سيد بن عيسى النبي. استاذ النبي مسيو بن عيسى راح. المهم انا تقريبا جاوبت على كل الاسئله. او جا استاذ النبي وعاود دخل. المهم هل في اسئله اخرى؟ تقريبا انا جاوبت على كامل الاسئله الموجوده في ال ما نشاف. كاين سؤال فروع تدرس في المدرسه. هسنا تشوف ايه اي جي اسئله. بون بالنسبه للمعدلات كنت تبعوا فيها شي بعد نبي. الاسئله المكتوبه هنايا قبل هذا نكمل مع مسيو عيسى حسام. قلت له غدا ان شاء الله نحاول ان نحصل على الوثيقه. كاين مشكله في الصوت. الوثيقه ونعطيها لك نبارطاجيها لك داكوغ. بالنسبه للمعدل قلنا هذا نعود نقوله دائما لانه كاين طلبه جدده من دخلوا معنا. قلنا المعدل هو حسب العرض والطلب. كاين يعني لما تفتح الوزاره ارضيه للتسجيل هنا تحدد يعني المعدل اللي مسموح لك به تسجيل. ثم المعدل بعد ذلك عندك قائمة اختيارات من 10 يعني تخصصات، وهاد 10 اختيارات هي اللي رايحة تحدد بطبيعة الحال العرض، يحددها العرض والطلب باش يسمح لك انك تدخل في المدرسة العليا للتجارة. سلام سعاد حريدي. دونك نظن سمعتوني الحمد لله. المهم كيفية التسجيل في المدرسة العليا للتجارة. كيفية التسجيل مرتبطة ب يعني الأرضية اللي تحددها الوزارة، وهي تقول لك يعني تفتح لك بوابة للدخول والتسجيل بعد القبول. هاد العام على بالناش المعدل اللي راح قلنا كاين معدل اللي به تقدر تسجل وتكون المدرسة العليا ضمن اختياراتك تخرجك كاختيارات. ثم قلنا حسب العرض والطلب وحسب لي بلاس روكيز. دونك هنا يعني العرض والطلب اذا كان مثلا الاماكن البيداغوجيه المحدده من طرف الوزاره هي 200، فالمعدل راح يتوقف بعد يعني اخر طالب من هاد ال 200 اللي يدخلوا المدرسه العليا للتجاره. فبالتالي احنا السنه الماضيه كان معدل اخر معدل اخر طالب دخل به هو 15-38. ان شاء الله يعني تكون حدود اوفر للطلبه اللي حابين يدخلوا المدرسه العليا للتجاره في ما يتعلق بالرغبه نتاعهم ويتعلق بالمعدل المحصل عليه. هل في سؤال اخر؟
هل في سؤال؟ أني أشوف الأسئلة فيما يتعلق بالمعدل اللازم، أنا تكلمت عليه. ماذا بك تكبر لي سمير درازني التعليقات؟ منيش نشوف الأسئلة هنا. معدل لازم سنوات الدراسة، فيما يتعلق بسنوات الدراسة قلنا هناك سنتين تحضيريتين و بعد ذلك فيما يتعلق بالسنوات الباقية تبقى بعد هذه السنة، يعني الامتحان الوطني. بعد ذلك هناك ثلاث سنوات ماستر، هناك ثلاث سنوات ماستر. السنة الأولى هي عبارة عن جد مشترك، يعني تخو كوما. بعد السنة الأولى فيه يعني اختيار التخصصات حسب التخصصات الموجودة بالمدرسة، وقلنا هناك تخصصات في قسم المالية الذي أرأسه مالية المؤسسة ونقود بنوك ومالية، موني فينانس بنك، نقود مالية نقود مالية بنوك. فيما يتعلق بالتخصص الآخر اللي هو عنده علاقة بقسم المحاسبة، عندنا محاسبة مالية وعندنا مراقبة تسيير، هادو يعطونا تكون النتيجة هو الحصول على ماستر في العلوم المالية والمحاسبة. عندنا تخصصات أخرى، ماستر في علوم تسيير اللي ضمنها تخصص تنظيم وإدارة المؤسسات، يعني مانجمنت دي زورغانيزاسيون. عندنا الماستر في علوم تجارية كما قلت، فيها تخصصين. أهم تخصص فيها هو التسويق والاتصال. هذه هي. شكرا لك عيسى حسام، أنا كذلك أشكرك على الأسئلة. هذه الأسئلة الموجودة يعني أسئلة عندها علاقة بالدخول للمدرسة العليا للتجارة، وهذه موضحة أساسا من طرف الوزارة. هل هناك أسئلة أخرى؟ نعم، هل في أسئلة أخرى؟ تقريبا نفس الأسئلة. إذا كان أسئلة أخرى من طرف المشاركين في الفيسبوك، مانيش نشوف الأسئلة، نشوف فقط على جوجل ميت. إذا كان أسئلة أخرى تلخصها لنا يعني سفيان أو سمير.
في انتظار اي سؤال اذا كنتم تسمعونني. يعني نتكلم على شوي على المدرسة العليا للتجارة. هي مدرسة قديمة، يعني انشأت منذ العهد الاستعماري، يعني سنة تقريبا بتحديد 1900. المدرسة العليا للتجارة هي مدرسة يعني قديمة جدا، كانت موجودة في العاصمة، جزء العاصمة، وكانت الوحيدة على المستوى الوطني. المدرسة العليا للتجارة بعد يعني منذ 2014 يعني أصبحت في القليعة، وهد المدرسة في القليعة أصبحت في تنافسية كبيرة مع مدارس عليا أخرى خاصة بالإحصاء، كاين UHSC اللي هي خاصة بالمدرسة العليا للعلوم التجارية، كذلك كاين مدرسة خاصة بالرقمنة. هذه المدارس الموجودة في الوسط، مدارس أخرى موجودة في يعني الشرق الجزائر، عندنا في قسنطينة وعنابة، وكذلك مدارس موجودة في الغرب، تلمسان وهران. هذه المدارس تقريبا في على المستوى المتعلق بالتطور التحضيري هي تقدم نفس المواد، نفس المقاييس، تدرس في كل المدارس على المستوى التحضيري. فقط احنا عندنا يعني نقدر نزكي نفسنا ونقول عندنا نوع من الانضباط، نوع من التركيز، عندنا أساتذة في المستوى يعني يقدموا تكوين عالي جدا. وثم بعد ذلك هناك الماستر، الماستر يأتي بعد سنتين من طور تحضيري. منذ خلق هذا النظام الجديد LMD قلنا مدة الدراسة حسب الأسئلة هي 5 سنوات، قلنا سنتين تحضيري، 3 سنوات ماستر. السنة الأولى هي عبارة عن جذع مشترك، وبعد الجذع المشترك هناك اختيار من طرف طلبة تخصصات وحسب المعدلات المتحصل عليها. ثم قلنا فيه إمكانية القيام بستاج، يعني تربصات. عندنا في السنة الثانية تربص مدته شهر بالنسبة للطلبة، لكل طلبة. ثم في السنة الثالثة، وهي السنة اللي يتم فيها إعداد مذكرة التخرج، عندنا كذلك تربص من شهر إلى 3 أشهر بالنسبة للطلبة حسب الاحتياج للقيام بإعداد المذكرة، يعني في السداس الخامس والسادس. فيما يتعلق بعد التخرج، بعد الحصول على الماستر ويكون طبيعة الحال مناقشة مذكرة نهاية يعني مذكرة التخرج تكون في نهاية السنة، يعني هناك فرص عمل كثيرة متاحة للطلبة. هناك كذلك إمكانية كذلك الالتحاق بمسابقات الخاصة بالدكتوراه. المدرسة العليا للتجارة تكون في إطار الدكتوراه، عندنا تكوين دكتوراه في المدرسة العليا للتجارة في المدرسة. كذلك هناك مسابقات كثيرة مفتوحة للطلبة بعد التخرج، ويعني تقريبا أغلب المسابقات تجرى على مستوى الوطن، حتى في جامعات أخرى يكون تفوق فيها لطلبتنا، كان تفوق يعني لطلبتنا في كل يعني المجالات والتخصصات. هل في سؤال آخر؟ ما تقولش بلي ما كنتش تسمعوا فيا.
هل الصوت واضح؟ انا نسمعه فيك استاذة. ما نشي اسمع فيك سمير درازني، ما سمعتكش. انا نسمعه فيك استاذة، اكيد سمعي فينا. الو الو، ما نشي اسمع فيك سمير، هل تسمعوني؟ انا اسمع فيك. وي انا ما اسمع فيك. سمير هل تسمعونني؟ السلام عليكم، هل تسمعونني؟ أكيد سمعي فينا أستاذة. دوك راني سمعتكم، قبيلة ما كنتش نسمع والو. احنا اسكو سمعتوني؟ وي وي، احنا نسمعوا فيك تخي بيان. تخي بيان، دوك أنا ما كنتش نسمع. هل في أسئلة أخرى؟ أنا نظن ما بقاش بزاف طلبة، يعني بقى غير عسات بسام. نعم. هل في طلبة أخرى آخرين أم أسئلة أخرى؟ أنا شوف هنا قدرت لنا البارتاج تاع شروط الالتحاق بالمدرسة متعلق بالمعدلات. نظن تكلمت على كل المواضيع، بقات 6 دقائق في هذا المباشر. إذا كان في أسئلة أخرى. إذا ما كانش في أسئلة، أنا أنتظر. نظن جاوبت على كل الأسئلة المطروحة من طرف طلبة، واللي أغلبها خاصة بوغ لي نوفو باشوليي 2021 كي كونسيرن لا موين لي كونديسيون دونتري داكسيدي على ليكول سوبيريور دو كوميرس. قلنا المعدل وحسب العرض والطلب، قلنا المعدل يحدد حسب الأرضية اللي تفتح من طرف الوزارة حسب البلاس بيداغوجيك، فبالتالي المحددة من طرف الوزارة ورغباتكم هي التي تحدد كذلك الدخول إلى المدرسة العليا للتجارة. فبالتالي هناك معدل أدنى يمكن به تحديد الاختيارات بين اختيارات 10، إذا كانت في اختيار خاص بالمدرسة العليا للتجارة وكان هذا الاختيار وفقت فيه وكان يعني تم يعني قبولكم بالمدرسة العليا للتجارة، فهنا طبيعة الحال بما أنه الآن في يمكن تحضير بعد ذلك يعني ملف الالتحاق، كاين تسجيل الآلي في الأرضية، حتى بالنسبة للسكن يتم عن طريق الأرضية اللي تفتحها الوزارة. أنا كرئيسة قسم مالية يعني تخصصات المالية هي الأكثر طلبا في المدرسة العليا للتجارة من طرف طلبة، يرون فيها أنها تتيح لهم فرص كبيرة للعمل للقبول حتى في الخارج المالية، فهي
مؤثرة بشكل كبير جدا، وتكوين ممنوح وأساتذة لدينا في التخصص، وهذا يعطينا أنه هذه الأسئلة يعني اللي ننتظر أنها تأتينا من طرفكم حتى نحاول أننا نجاوب عليها. في انتظار ذلك يعني نقدم لكم، قدمت لكم المدرسة للتجارة، قدمت لكم أنه فيه مواد تدرس في الأطوار التحضيرية بالنسبة سواء كانت يعني هذه الأطوار سنة أولى أو سنة ثانية، فعندنا وحدات تدرس ومقاييس تدرس في الطور التحضيري، هي مقاييس موجودة يعني لدى كل المدارس الأخرى. في عندنا السداسي الأول عندنا وحدات أساسية، وعندنا وحدات استكشافية، وعندنا كذلك مواد أخرى سيدي جينيتي ترانسفيرسال. الوحدات الأساسية الأولى عندنا الجبر، عندنا التحليل الرياضي، عندنا الإحصاء الوصفي. وحدات أخرى أساسية متعلقة بالاقتصاد، الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي والمحاسبة المالية، وعندنا يعني إلى جانب ذلك اللغات الفرنسية والإنجليزية ومواد أخرى متعلقة بالمعلوماتية، الفلسفة وغيرها من يعني المواد الموجودة في يعني تقريبا كل المدارس العليا. فبالتالي هذه المدارس تعطينا بعض من التخصصات التي تختلف من مدرسة إلى أخرى. فبالتالي عندنا بالنسبة لعروض العمل كما هو موضح في الشاشة، كما هو بارتاجي افيك فو، دونك تلقاو عندنا المدرسة وما تقدمه من تخصصات. قسم المالية عندنا فيه تخصصين، مالية المؤسسة، نقود مالية وبنوك. وعندنا قسم محاسبة يقدم محاسبة ومالية ومراقبة السير، كذلك قسم إدارة الأعمال يقدم لنا تخصص تنظيم وإدارة المؤسسات، ثم قسم التسويق يعطينا التسويق والاتصال. هذه التخصصات هي الموجودة حاليا بالمدرسة، إلى جانب في المستقبل ممكن يعاد النظر في هذه التخصصات و يمكن إضافة تخصصات جديدة عندها علاقة بالرقمنة وغيرها، وهي حسب ما يتطلبه السوق، ما يطلبه السوق. فبالتالي حتى احنا في حالة بحث دائم لزيادة هذه التخصصات لتكون موافقة للوقت وللتكنولوجيا واللي عنده علاقة بالرقمنة. نظن وصلنا إلى الربعة. سمير إذا ما كانش فيه يعني أسئلة أخرى، ما رأيك يعني؟ على ما أظن لا يوجد. دونك وش رأيك نتوقفوا؟ نعم أستاذ. نعم، فبالتالي إذا كان نظن فيه لقاء كذلك مع أساتذة آخرين ومع المتخصصين آخرين غدا إن شاء الله في نفس التوقيت حسب البرنامج المقدم. فأنا أشكركم على المتابعة وعلى حسن الإصغاء، شكرا وإلى اللقاء إن شاء الله، مع السلامة. الله يحفظك أستاذة، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.